thank <laughs> you صباح الخير عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر حلقه الثلاث 25 يناير 2022 صباح الخير يا جمانة صباح الخير عليك يا حسام وصباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا حلقه جديده ويوم جديد من صباح الخير يا مصر زي النهارده من 70 سنه تحديدا عام 1952 الشرطه المصريه قدمت ملحمه وطنيه ضد المحتل الانجليزي في معركه الاسماعيليه الشهيره اللي قدمت فيها الشرطه شهداء للوطن وعشان اكون اكثر دقه 50 شهيد و جريح ويعني اللي حصل اللي ممكن يكون مش متذكر او مش عارف اللي حصل انه ضباطنا الابطال رفضوا تسليم اسلحتهم واخلاء مبنى المحافظه للمحتل الانجليزي الحقيقه انه العطاء لم يقف والعطاء مستمر ابطال مش ممكن ننساهم ابدا من اول الضابط مصطفى رفعت ضابط اسم البساتين واحد ابطال معركه الاسماعيليه والحد المقدم محمد مبروك اللواء نبيل فراج النقيب أحمد شوشة شهيد الواحات وغيرهم كتير قائمة الشرف الحقيقة طويلة جدا ولو هنتكلم عن التاريخ المعاصر والتاريخ الحديث من 2011 مثلا ولحد دلوقتي في أكتر من 1300 شهيد قدمتهم الشرطة المصرية عشان نعيش في أمن وأمان تمن كبير قوي تمن كبير قوي دفع عشان البلد دي ترجع مرة تانية أقوى عشان ما يكونش في إرهاب وتخريب عشان نبني جمهورية جديدة كلنا بنحلم بيها وكلنا لينا مكان فيها لانه بدون شك لولا له هذه التضحيه اللي قدموها ما كناش وصلنا لمرحله الامن والاستقرار والتنميه اللي بنعيشها دلوقتي مستحيل يا حسام الحقيقه يعني لو هنتكلم عن تامين حدودنا ما ينفعش ده كان يحصل الا لما كنا نامن جبهتنا الداخليه اللي للاسف شفنا كان في برضه كان في ارهاب وكان خلاص الارهاب للاسف كان وصل لجوه اللي جوه القاهره مش هنتكلم حتى ان هو في مناطق نائيه لا ده كنا بنشوف للاسف عمليات جوه المحافظات وجوه حتى المدن الكبيره. بكل تاكيد يعني دائما وابدا عظم شهيدك كل دم يسيل على ارض مصريه عظيم الجاه. تحيه لكل من بذل نقطه عرق في تاريخ هذه الامه مش الدوله احنا تاريخ مصر الممتد. حابب ارجع مع حضراتكم لبدايه القصه مصر وقعت الاستقلال 15 مارس 1922 واصبحت مملكه واصبح الملك فؤاد ملك مصر استقلال يعني احنا مستقلين من سنه 22 ووقعنا دستور 23 لو حضراتكم تفتكروه سنهوري باشا وكان من اهم الدساتير في تاريخ الدول في هذه الفتره بناء على اتفاقيه الاستقلال او معاهده الاستقلال اللي تم توقيعها ما بين المملكه المصريه او السلطنه المصريه انذاك اصبحت مصر دوله مستقله ورفعت الحمايه البريطانيه عن مصر لكن في طيات الاتفاق كان القوات البريطانيه يجب ان ترعى مصالح بريطانيا والنقل والمواصلات الخاص بالجيش البريطاني في شرق وغرب مصر يعني بنتكلم ناحيه اسيا ناحيه الشام وغرب مصر الناحيه الثانيه لان كان في بقى الحروب حضراتكم فاكرين الحرب العالميه الاولى وبعدها فيها الحرب العالميه الثانيه ففضلت القوات البريطانيه موجوده في القناه من 23 لغايه لما حصل الجلاء في عهد ثوره 1952 سنه 52 يوم 25 يناير حصلت هذه الحادثة اللي بسببها بنحتفل بعيد الشرطة والعيد القومي لمحافظة الإسماعيلية إيه اللي حصل خلانا نوصل ليوم 25 يناير 52 اللي حصل إن الفدائيين المصريين كانوا بينفذوا عمليات ضد الاستعمار البريطاني والجنود البريطانيين اللي موجودين في القنال اللي حصل إن العمال اللي كانوا بيشتغلوا في أعمال لها علاقة بالبريطانيين والجيش البريطاني قرروا إن هم مش هيشتغلوا مش هنشتغل مع المحتل مش هنورد لهم أكل ولا شرب لا خضار ولا فاكهة ولا زيت ولا سكر ولا سمن. ابتدى الجيش البريطاني يبقى موقفه حرج في القنال مفيش خطوط إمداد بتوصل له من الأكل والشرب طبعًا فابتدى التعامل صباح يوم 25 يناير مع قوات الشرطة الموجودة في مقر الشرطة أو مقر اسم الشرطة اللي موجود هناك وطلبوا منهم تسليم اسم الشرطة وأيضا تسليم مقر المحافظة رفضوا المصريين ضباط الشرطة اللي موجودين في الاسم وعلى رأسهم اليوزباشي مصطفى اللي كان واقف هو وقواته وأيضاً عدد من الفدائيين المصريين المدنيين اللي فضلوا واقفين لغايه اخر طلقه عدد كبير من الشهداء عدد كبير من المصابين وقفوا لغايه اخر طلقه قدام دبابات اسلحه ثقيله وقصف مدفعي على مقر الاسم ومقر المحافظه تاني يوم الجرايد كتبت يوم 26 يناير 1952 الشعب المصري ضج ونزل الشارع قوات جيش وقوات شرطه ومصريين موجودين بيتلحموا جنب بعض زي ما تعودنا من أول التاريخ لحد يومنا اللي احنا فيه مصريين بيبقوا موجودين وبيقولوا لأ للظلم لأ للاستعمار وكانوا موجودين مع بعض ونزلوا الشارع وهذه الأحداث التي أدت إلى حدوث حريق القاهرة بعدها وأدت إلى ثورة الضباط الأحرار سنة 1952 وهذه الثورة التي نقلت مصر من الملكية إلى الجمهورية فهو امتداد لتاريخ واحد تضحيات متتابعة من المصريين من قوات الشرطة من قوات الجيش من المصريين المواطنين المدنيين يد في يد من أجل مصر أفضل من أجل غد أفضل من أجل دولة مصرية قادرة على الاستمرار دائما وابدا عظم شهيدك كل دم يسيل على ارض مصريه عظيم الجاه كل سنه وكل المصريين طيبين وبخير الف سلام وتحيه لكل من لكل رجال الداخليه من اصغر عسكري لاكبر قياده فيها الف سلام وتحيه وشكر وعرفان وتقدير وحب للشهداء لاهالي الشهداء لاولاد الشهداء الحقيقه ضحوا عشان احنا نقدر نكون عايشين بامان عايشين عارفين نتحرك وعارفين نشتغل وعارفين مطمنين ده لوحده بالدنيا وما فيها خلينا دلوقتي نروح لمنى عشان تعرف منها بقى على اخبار الطقس ايه منى صباح الخير عليكي يعني جو برد دي حاجه احنا متفقين عليها ايوه <applause> احنا متفقين واحنا متفقين ان احنا مبسوطين جدا يعني يعني الى حد ما مش ده البرد اللي متفقين عليه بس يعني تمام الى الى حد ما والحمد لله الذي لا يكره على مكروه لا يشكر على مكروه سواه يعني <applause> الحمد لله البرد زايد عن الحد يا استاذه منى وانا بيطمنينا معلش يا استاذ حسام احنا مستمر معانا شويه كده اسبوعين ولا حاجه بس احنا مش متضايقين ورق جرايد جرائب لازم ناكد بقى. على فكره ان احنا مش متضايقين احنا لازم نجيب ورق جرائب كتير الفتره اللي جايه <applause> نشرب مشروبات دافيه ونتدفى كويس والحمد لله عندنا اربع حيطان يدفونا وعندنا الحمد لله. حاجات كتير نعم فخلاص الحمد لله ربنا يستر الجميع الله <applause> يخليك صباح الخير على كل مشاهدينا خلينا نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه في احوال الطقس النهارده النهارده لسه في انخفاض في درجات الحراره والطقس هيكون بارد على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد كمان النهارده في سقوط امطار خفيفه لمتوسطه على مناطق من السواحل الشماليه والوجه البحري درجة الحرارة النهارده في القاهرة 15 درجة اعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 24 درجة واقل درجة حرارة هتكون في كاترين 10 درجات هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل لكن خلينا على طول نبتدي نتحول من الطقس للمرور ونشوف ايه اللي بيحصل موجود في القاهرة وفي المحافظات المختلفة احنا معانا دلوقتي خريطه القاهره وقبل ما نبتدي جولتنا خلينا نقول ان غرفه عمليات الاداره العامه للمرور بتتابع حركه السيارات اعلى المحاور والميادين بواسطه الخدمات المروريه المنتشره على الطرق طبعا كمان بيتم مراقبه حركه السيارات بواسطه كاميرات المراقبه لرصد اي كثافات مروريه بالمحاور مع نشر الاوناش المروريه بالطرق لرفع اي معوقات مروريه سواء الحوادث او الاعطال ربنا يحفظكم جميعا يلا نبتدي مع بعض من القاهرة هنشوف مع بعض الكورنيش احنا شايفين للي جاي من من المؤسسة هنلاقي كثافات مرورية بسيطة لغاية ميدان عبد المنعم رياض طريق الكورنيش من منطقة حلوان المعادي احنا شايفين كل ده بيشهد كثافات مرورية بسيطة لغاية ما بنوصل لشارع القصر العيني المتجه لميدان التحليل كوبري اكتوبر المتجه لمنطقه الاسعاف ورمسيس هنلاقي فيه سيوله مروريه اللي حيكمل اعلى الكوبري في اتجاه مناطق غمره والعباسيه ومدينه نصر هيلاقي بعض الكثافات المروريه لكن لو بصينا على محور صلاح سالم للمتجه للمرغني ومصر الجديده هنلاقي هنا فيه سيوله مروريه نفس الامر للي جاي من صلاح سالم لنفق الازهر ومنطقه الازهر والجماليه هنلاقي بعض الكثافات لكن كل الكثافات متحركه واجمالا خريطة الخريطه مكسوه باللون الاخضر او اللون البرتقالي فده معناها ان في سيوله مروريه نروح بقى الجيزه اللي بنتوقع ان يكون فيها كثير من الكثافات المروريه لكن طبيعه الحال الوضع مختلف اهو معانا الخريطه كلها مكسوه باللون الاخضر هنبتدي من محور 26 يوليو هنلاقي كثافات مروريه بسيطه للي جاي من ميدان لبنان اما بقى اللي جاي من اكتوبر من خلال الطريق الدائري هياخد باله طبعا ان محور صفت بيشهد كثافه مروريه ولغايه اشاره جامعه القاهره احنا عارفين ان اجازه 25 يناير هتكون بكره ان شاء الله عشان كده النهارده هي يوم الخميس ان شاء الله فهيكون عشان كده يوم عادي خالص النهارده والناس بتروح اشغالها وجامعتها عادي نروح لشارع الهرم اللي ابتدت فيه تظهر بعض الكثافات طبعا حديد مع معاد الذروه بمنطقه مشعل ومن شارع العشرين لغايه الطلبيه هنلاقي هنا بعض الكثافات العاليه للمتجه لكوبري الجيزه والشارع فيصل بمنطقه الطوابق ولغايه منطقه العشرين هنلاقي سيولة مرورية بتظهر بشارع السودان ولغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة ولغاية ما بنوصل لمناطق بولاق وإمبابة بنأكد على حضراتكم أن فتح شارع البحر الأعظم أسفل الطريق الدائري بعد الانتهاء من تركيب الممر المعدني الخاص بتوسعة الطريق الدائري هيفرق جدا في الزحام اللي هيبقى موجود هنروح دلوقتي محافظة الأليوبية والطريق الزراعي الجاي من القاهرة هنلاقي فيه سيولة مرورية لكن هنلاقي طبعا بعض الكثافات البسيطة عند مطلع الدائري وكمان هنلاقي بعض الكثافات قبل ميدان المؤسسة لكن الكثافات هتكون بسيطة جدا ومتحركة مش هتوقف الطريق أما بقى لو بصينا على الطريق الزراعي المتجه لبنها كفر شكر في حالة من الانتظام المروري والسيولة المرورية للمتجه لمحافظات الدلتا من خلال الطريق الدائري طبعا هنلاقي بعض الكثافات البسيطة اللي جاي من مناطق المرج ومؤسسة الزكاة والغاية منزل الطريق الزراعي طبعا يفضل ان احنا للي عنده الفرصة انه ياخد طريق شبرا بنها الحر للمتجه لبنها او لطنطا ما يترددش أنه هو يسلك الطريق ده نكمل جولتنا المرورية ونروح لأسوان اللي الجو فيها معتدل جدا النهاردة هنتابع هناك الحالة المرورية اللي عادة بتكون بسيطة وما فيهاش كثافات هنبتدي من ميدان السادات ولغاية كورنيش النيل احنا شايفين سيولة مرورية تامة طول ما انت ماشي على الشارع بعض الكثافات المرورية البسيطة بنلاقيها عند منطقة الفنادق بعد التمركز ده ما بنلاقيش اي كثافات مرورية والشارع بيكون في منتهى السيولة المرورية كده خلصنا بيان مبدئي في الجولة المرورية معانا نروح على طول لحسام والجمانة حلقتنا النهاردة مليانة حاجات كتير خلينا نروح لهم نبتدي معاهم حلقتنا اتفضل يا حسام اتفضل يا جمانة أنا مشكورك طبعا شكرا جزيلا وهنرجع لك تاني على مدار الحلقة عشان تبقى معاكي فقرات أخرى شكرا ليكي شكرا, شكرا جزيلا يا زي ما تعودنا مع حضراتكم كل يوم بيكون معانا مجموعه من الاخبار والموضوعات والفقرات المهمه لحضراتكم، لكن بالعاده بنبتدي بالاخبار اللي حصلت امبارح واللي اهمها الرئيس عبد الفتاح السيسي واستقباله الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون فور وصوله الى القاهره، ومتابعه سيادته موقف تنفيذ المشروع القومي للانتاج الزراعي مستقبل مصر. وكمان متابعة الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات القومية لوزارة الإسكان وتوجيهات الرئاسة بالعمل على زيادة الصادرات المصرية الفترة القادمة. أيضاً يا حسام معانا بدء فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك مرجان 17 أيضاً رئيس الوزراء ناقش خطوات تنفيذ وحدات سكن كريم بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة. كمان تأكيد دكتور مصطفى مدبولي بأن 50% من مشروعات مصر ستكون خضراء خلال عامين والحكومة نفت تراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالي وأخبار تانية كتير لكن بداية معك يا حسين تفضل أول أخبارنا يا جمانة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي واستقباله بالأمس بمطار القاهرة الدولي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي يحل ضيفا عزيزا على بلده الثاني مصر في زياره عمل تستمر لمده يومين لسه مستمرين مع نشاط سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واجتماعه أمس لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر ضمن نطاق المشروع العملاق الدلتا الجديدة واللي بيستهدف استصلاح أكثر من 2 مليون فدان. اطلع سيادة الرئيس على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع مستقبل مصر اللي بيعتبر إضافة ضخمة للمشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء. امبارح ايضا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات القوميه لوزاره الاسكان على مستوى الجمهوريه خصوصا فيما يتعلق بمدن الجيل الرابع وتطوير محافظه القاهره كمان تابع سيد الرئيس الموقف التنفيذي للاسكان الخاص بالموظفين في العاصمه الاداريه تمهيدا لبدء الانتقال الفعلي الى العاصمه ووجه بالالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ وفق اعلى معايير الجودة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات القومية لوزارة الاسكان على مستوى الجمهورية. خاصة فيما يتعلق بمدن الجيل الرابع وتطوير محافظة القاهرة وقد عرض السيد وزير الإسكان مستجدات الموقف الحالي لمختلف المشروعات في إطار مدن الجيل الرابع وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة لسيما منطقة الأبراج المركزية وكذلك الاحياء السكنيه المختلفه فضلا عن منطقه النهر الاخضر وفي هذا السياق تابع السيد الرئيس الموقف التنفيذي للاسكان الخاص بالموظفين في العاصمه الاداريه وذلك تمهيدا لبدء الانتقال الفعلي إلى العاصمة خاصة ما يتعلق بتوزيع الوحدات السكنية البالغ عددها حوالي 30 ألف وحدة موجها سيادته في هذا الإطار بالالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ وفق أعلى معايير الجودة المخططة كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمدينة العالمين الجديدة وكذلك سير العمل في مدينه المنصوره الجديده بعناصرها السكنيه والانشائيه والخدميه المتنوعه فضلا عن عدد من المشروعات التي تتم بمدينه راس البر تحت اشراف هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده في سياق تطوير تلك البقعه الساحليه المتميزه وفيما يتعلق بمحافظه القاهره اطلع السيد الرئيس على مستجدات العمل في المشروعات الحاليه لتطوير منطقه القاهره الخديويه امتدادا لتطوير ميدان التحرير خاصه ما يتعلق باعمال ترميم الواجهات للمباني التراثيه العريقه. انطلاقا من ميدان التحرير مرورا بميداني طلعه حرب ومصطفى كامل ووصولا الى منطقه ميدان العتبه موجها سيادته بتطوير تلك المسارات بالكامل واستعاده رونقها كمصدر جذب سياحي وترفيهي وثقافي وذلك بالاضافه الى بدء التطوير الحضاري لحديقه الازبكيه لاسترجاع مكانتها كاحدى اهم الحدائق التراثيه بالعاصمه كما تم في ذات الاطار عرض مستجدات تطوير منطقه سور مجرى العيون بشقيها السكني وكذا التجاري والترفيهي فضلا عن تطوير منطقه مثلث مسبيرو حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بسرعه الانتهاء من اعمال ابراج السكن البديل بمسبيرو لاعاده تسكين المواطنين فيها في اقرب وقت ممكن كما اطلع السيد الرئيس على موقف الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، بما في ذلك إتاحة مبدأ إيجار الوحدات السكنية في إطار المبادرة، تنفيذاً لتوجيهات سيادته في هذا الصدد. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية. واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع مستقبل مصر. الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر ضمن نطاق المشروع العملاق الدلتا الجديدة الذي يستهدف استصلاح أكثر من اثنين مليون فدان. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الاطار على تطورات المراحل الحاليه والمستقبليه لمشروع مستقبل مصر الذي يعتبر اضافه ضخمه للمشروعات القوميه في مجال الزراعه والغذاء ويعزز من استراتيجيه الدوله لزياده نسبه رقعه الاراضي الزراعيه على مستوى الجمهوريه وتوفير الالاف من فرص العمل في التخصصات المختلفه كما تابع السيد الرئيس تفاصيل سير العمل بمكونات البنيه الاساسيه لمشروع مستقبل مصر من طرق ومحاور وابار مياه ومحطات معالجه المياه وشبكه تغذيه الكهرباء فضلا عن منظومه التصنيع الزراعي بالمشروع وما تضمه من صوامع ومبردات ومعامل تحاليل ومحطات للفرز والتعبئه واضاف المتحدث الرسمي ان الاجتماع شهد ايضا عرض الموقف التنفيذي لمجمع الصوب الزراعيه بمنطقه اللاهون بمحافظه الفيوم وذلك في اطار المشروع القومي للصوب الزراعي الذي سيمثل بدوره قيمه مضافه لقطاع المنتجات الغذائيه للدوله. انطلقت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري السعودي مرجان 17 واللي بتجرى فعالياته في السعوديه وهيستمر لعده ايام في اطار خطه التدريبات المشتركه للقوات المسلحه المصريه والسعوديه ورفع الكفاءه القتاليه للقوات البحريه لكلا البلدين الشقيقين. الدكتور مصطفى مدبولي عقد بالامس اجتماع مع رؤساء وممثلي المجالس التصديريه علشان يناقش المقترحات الخاصه بزياده الصادرات المصريه خلال الفتره المقبله وجه لهم الشكر على الطفره اللي تحققت في معدل نمو الصادرات المصريه خلال العام الماضي واللي تخطت 32 مليار دولار ودي خطوه جيده نحو تحقيق حلم الوصول الى 100 مليار دولار قال الدكتور مدبولي ان في توجيهات رئاسيه بالعمل على زياده الصادرات المصريه ايضا خلال الفتره القادمه ايضا دكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماع اخر ناقش فيه خطوات تنفيذ وتطوير وحدات سكن كريم ضمن المبادره الرئاسيه حياه كريمه لتطوير القرى المصريه من خلال التعاون مع الجمعيات الاهليه وقال دكتور مصطفى مدبولي ان الحكومه بتعمل على استمرار التعاون مع الجمعيات الاهليه في تنفيذ هذه الوحدات وتطويرها بصوره ملائمه لتوفير حياه لائقه لاهالينا اللي في قرى حياه كريمه. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال كلمه مسجله امبارح خلال منتدى الاعمال المشترك بين مصر والولايات المتحده الامريكيه في اطار استضافه مصر لمؤتمر الامم المتحده لتغير المناخ وقال ان حوالي 30% من المشروعات الاستثماريه اللي بتنفذها الدوله بتعتبر مشروعات خضراء وان الحكومه المصريه بتستهدف زيادتها الى نسبه 50% خلال العامين المقبلين. المركز الاعلامي لمجلس الوزراء نفى امبارح الاخبار اللي ترددت بشان تراجع المساحه المنزرعه من القمح خلال السنه اللي فاتت. مركز تواصل مع وزاره الزراعه اللي قالت انه الكلام ده غير صحيح بالمره بل بالعكس تم زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح السنة اللي فاتت ل 3.5 مليون فدان. ومن الاخبار اللي حصلت امبارح للاخبار المنتظر حدوثها اليوم. النهارده الجامعات الاهلية المصرية الملك سلمان الدولية الجلالة العالمين الدولية والمنصورة الجديدة هيغلقوا باب التقديم لعدد من البرامج الدراسية المتميزة اللي هيتم تدريسها في الفصل الدراسي الثاني النهارده كمان الوزيره نيفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي هتعمل لقاء مع مسؤولي عدد من الجمعيات الاهليه لبحث الدور اللي هيقوموا بيه في مبادره سكن كريم كمان النهاردة آخر موعد للشركات السياحية لتوثيق عقود وكالة العمرة علشان تبدأ تنظيم الرحلات في أشهر رجب وشعبان ورمضان وده هيكون وفق الإجراءات الاحترازية اللي بتسهم في الحفاظ على صحة المواطنين كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير وعيد علينا وعليكم الأيام يا رب النهارده كمان هيتم تنظيم قافله طبيه علاجيه في مركز ملاوي في قريه دير ابو حنس وتقديم الخدمات الطبيه وصرف العلاج للاهالي بالمجان ده ضمن المبادره الرئاسيه حياه كريمه واخيرا المياه هتقطع لمده 9 ساعات في بعض مناطق مركز المنزله ومركز المطريه في الدقهليه اهليه المياه هتقطع من الساعه 8 الصبح ولحد الساعه 5 مساء في مناطق الفروسات العمره الجديده الطويل العزيزه وده بسبب اعمال الصيانه. بنرحب بحضراتكم من جديد ولسه مكملين معاكم فقرات صباح الخير يا مصر مستمره مع حضراتكم لغايه الساعه 10 صباحا ودلوقتي خلينا كده ناخدكم في جوله من الاخبار الخفيفه واللطيفه من مختلف انحاء العالم، دلوقتي المصريين كلهم متحمسين جدا لكره القدم، فالخبر ده متعلق بكره القدم الى حد ما، الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف نشر على صفحته الرسميه على تويتر اجمل الاحتفالات اللي قام بيها اللاعبين في المنتخبات الافريقيه اللي لعبت في دور المجموعات من بطوله كاس الامم الافريقيه طبعا زي ما حضراتكم شايفين احتفالات دور المجموعات في البطوله العظيمه الجميله الصراحه يعني الواحد من اول البطوله دي بيشوف حاجات عجيبه بس خلينا الاول يعني قبل ما نتكلم في عجب العجاب اللي بيحصل في بطوله الكاميرون 2022 وهي دوله افريقيه صديقه جدا ابو بكر هو هداف البطوله من الكاميرون لاحرز هدف امبارح امام الدوله الشقيقه العربيه جزر القمر طبعا الافارقه معروفين يعني باحتفالاتهم وانبساطهم من ايام فاكرين احتفال روجي ميلا في كاس العالم 94 وجورج يعني عندنا في افريقيا احنا شويه حاجات كده في الاحتفالات لطيفه بس الغريب واللي ما حدش قادر يستوعبه تماما تماما اللي حصل في البطوله السنه دي يعني من اول ان كانت الكاميرون ما بين مستعده ومش مستعده والناس بتضغط ان البطوله تتاجل ولا ما تتاجلش ده كله كوم واللي حصل في عزف النشيد الوطني الغلط مره وترجع تاني غلط تاني مره لاحدى الدول والمشاكل اللي حصلت حوالين مقر إقامة المنتخب التونسي ما بين بعض الجماعات المسلحة والاشتباكات اللي حصلت وقالوا للمنتخب التونسي والثلاث فرق اللي في المجموعة ما تخرجوش عشان فيه اشتباكات مسلحة وبعدين ماتش تونس اللي خلص في الدقيقة 82 بعدين خلص تاني في الدقيقة 89 بعدين الأوتوبيسات اللي بتتأخر في الماتشات بعدين مواضيع الكورونا الكاميرون ربنا يعني يديم صحتهم ويديم صحتنا احنا كمان من اول البطوله الكاميرون ما طلعش ولا حاله كورونا وده شيء عظيم جدا برافو بس بقيه الفرق بيجي لها كورونا دوله زي جزر القمر يعني يا عيني عليهم يا اولاد والله 12 لعيب قبل الماتش بتاع امبارح عندهم كورونا والثلاث حراس مرمى كورونا ما فيش حد يقف اللجنه المنظمه بقى اللي هي برئاسه صامويل ايتو رئيس الاتحاد الكاميروني قال لهم لا مش هتجيبوا جون من بره انتوا عندكم ثلاثه دي اللائحه عندهم طلع يم... طلع عندهم طلع عندهم هم اللائحه واللجنه برضو فالثلاثه مفيش حد يقف جون فيشاء السميع العليم ان يوم الماتش الصبح امبارح الجون الاساسي يطلع نيجاتيف خف من الكورونا قالوا له لا ده مش عندنا مش هتلعب برضه احنا اصحاب الكوره ما انتش لاعب لازم تقعد خمس ايام بعد ما تطلع نيجاتيف عشان تلعب فتلعب او يلعب منتخب جزر القمر بدون حارس مرمى ويقف المدافع امبارح حارس مرمى ويتالق الصراحه وفرقه رجاله جدا اطرد منهم في الدقيقه السابعه وهم بيلعبوا ناقصين 12 واحد والمدافع واقف حارس مرمى اطرد منهم واحد في اول الماتش قدام الكاميرون صاحبه الارض ويخسروا 2-1 وجايبين الجول بتاعهم واحد من احلى الاهداف في تاريخ البطوله مش البطوله دي مش 2022 في تاريخ البطوله تماما كوره فاول كده من نص الملعب حاجه عامله زي بتوع بيرلو كريستيانو رونالدو الناس اللي هي كانت بتشوط فاولات كده عظيمه يعني فاللي حصل في البطوله امبارح عجيب جدا جدا اللي بيحصل من بدايتها والله فالناس ابتدت تتكلم على فكره احنا ايتو كان من اول البطوله عمال يقول احنا يا جماعه عايزين نرفع اسم افريقيا ولازم والبطوله تتعمل وتتنظم البطوله دي فعلا من اوحش البطولات تنظيما احنا كامل الاحترام لدولة الكاميرون الصديقة والشقيقة ولها باع طويل في الرياضة بس فعلا في أخطاء في التنظيم شديدة احنا ما بنوجهش أصابع الاتهام بأي حاجة لأي حد ولا أي شيء بالعكس بالعكس احنا في أمور يعني بتحصل صدف وكرة القدم فيها العديد وجزر القمر هيكتب اسمها في التاريخ يعني هيكتب اسمها فعلا فعلا في التاريخ يعني زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي ده المدافع مدافع فريق منتخب جزر القمر اللي وقف بالامس في حراسه المرمى فيعني الراجل فعلا شال عن فرقته امبارح حاجه بتاعت هدفين ثلاثه كده ما تتخيلش ان في حارس مرمى يشيلهم ويا عيني في يعني شاكر الهدهور الراجل في كوره كده هجمه داخل ال 18 نسي انه هو حارس مرمى افتكر ان هو مدافع هو راجل مدافع فوقف عمل كده عشان ايده يعني مش عارف هيبان ولا لا اهو كده عشان هو مدافع عشان الكوره ما تجيش في ايده تتحسب بينالتي فشايفين ظلم كره القدم او خلينا نقول ظلم كره القدم بس كره القدم اتعملت للناس اللي زي ده اللي زي شاكر كرة القدم الناس اللي بتحب الكورة هي دي الناس اللي بترفع الاسم كل التحية لي وتمنياتنا ان البطولة تكمل على خير تمنياتنا ان ماتش مصر مع كوت الفار يوم الاربع اللي مطلوب بدل المرة ألف وشكوى من الملعب انه ضيق وارضية الملعب وحشة واللعيبة اشتكت منها ومنتخب الجزائر في مجموعته اشتكى هو وكل اللي موجودين في المجموعة من الملعب ده ولكن اللجنة المنظمة ايضا اصرت ان ماتش مصر وكوت بالرغم من الفرقتين اشتكوا هيتلعب عليه الماتش طب ما في استادات تانية لا هيتلعب عليه الماتش الله اعلم البطوله فيها مفاجات كتير جدا جدا محدش عارف يعني ايه اللي هيحصل في البطوله دي بس انا شايف باللي بيحصل في البطوله دي والله يمكن يكون في فرصه يا جمال يعني, يعني ما في كل الاحوال بكل الظروف اكيد احنا بنتمنى كل الحظ الحلو وكل التوفيق لمنتخبنا الوطني ان شاء الله ومن احنا يعني في مفاجات فان شاء الله خير خلينا نتمنى يعني نقول ان احنا نتمنى, 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 نتمنى المفاجات الحلوه باذن الله يا, يا رب يا رب يا رب <تصفيق> <تصفيق> يا رب مش اللي اتكلمت معاك في الموضوع ده دلوقتي مش <applause> عارف <عايز. تصفيق> والله انا أشوف حاجات عجيبه أشوف حاجات عجيبه <applause> يعني لو حصل معانا بعد الشر طبعا احنا ما احنا مش هنسوق واقفين المنتخب بتاعنا ومو صلاح بقى ومو نني وما اعرفش مين ومو ناوي احنا عندنا مو كتير ما شاء الله واقفين وجايين مستنيين نشيد بلادي بلادي لو هم لعبوا مثلا نشيد تاني لدوله تانيه ازاي؟ لا يعني طبعا حاجات غريبه طبعا يعني افتح جوجل يا معلم يعني اكيد هم عارفينه بس خلينا نقول يعني اكيد حصل ظرف حصلت مشكله حصل عطل فني والحكم اللي طرد اللي في الدقيقه سبعة طب يعني خلاص يعني حسب. حسب. حسب 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 طيب خلينا نروح لخبر اخر ونروح للصين بقى بدات في الصين لاول مره استخدام روبوت لتزويد السيارات بالبنزين الروبوت ده مزود بعوامل أمان بتضمن تجربة مريحة وآمنة لسوائين العربيات وتداولة السوشيال ميديا في الصين مقطع فيديو بيظهر فيه الروبوت الجديد ده وهو بيقوم بمهمته وهو بيحط البنزين في السيارات بمنتهى السهولة ومنتهى الدقة يعني زي ما حضراتكم شايفين كده خصوصا بقى أن مبتكرين كمان قالوا أن الروبوت ده مضاد للانفجار ده غير ان ليه تصميم قوي بيخليه ما يتاثرش بدرجات الحراره، كمان مقاوم للاشعه فوق البنفسجيه القويه، وتم تشغيله مؤخرا في مدينه لاسا جنوب الصين، هو انا لفت انتباهي موضوع ان هو ما بينفجرش. هو احنا كنا بننفجر؟ افتكرت افتكرت انا اسف ما بينفجروش برضه فاكر كان مش فاكر في فيلم ايه اللي كان بيبيع اطباق وقاعد على الارض، اقول من صنع بلدنا وما بيتكسرش شيء بس بس حلو يعني واضح ان الروبوتس بقت بتعمل صح؟ بتقوم بمهام كتيره أه يعني هنقعد في البيت والله كلنا البشريه كلها هتقعد في البيت يا جماعه يعني اخترعوا روبوت يحط البنزين يعني مثلا في امريكا في بنزينات كتير ما انت بتحط البنزين لنفسك تنزل انت, تحط, انت البنزين تحط البنزين لنفسك بس في بقيه العالم في ناس شغلتها انها تقف على مضخه البنزين طرمبه البنزين وتحط بنزين الروبوتات دلوقتي بقت بتعمل ده طب هو لازم البشر لو اشغال لما الروبوتات بتبدل مكاننا يعني تخيلوا كده التطور الطبيعي انه هيبقى فيه مهن تانيه وهيبقى سوق عمل متطلب مهن تانيه يعني مش هيقدر يقوم تخيل نصحى الصبح كده نفتح التلفزيون صباح الخير يا مصر نلاقي فيه روبوت قاعد بيقدم صباح الخير يا مصر آه لا لسه ان شاء الله مش دلوقتي <تصفيق> 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 <لسه> <تصفيق> <تصفيق> لا كفايه روبوتات يا جماعه بجد يعني خلوا الناس تشتغل خلوا البني ادمين ياكلوا عيش طيب نروح لخبر تاني معانا ادم محمد هو رجل من اكراد العراق قرر يزور بيت الله في مكه، طبعاً أنا ما بحبسش قوي فكرة إن احنا نصنف هو يعني منين من العراق ولكنه يحمل الجنسية العراقية، لكن في هذه الحالة إقليم كردستان العراقي له الحكم الذاتي فوجب أن نذكر ذلك، لكن في نهاية الأمر من هو عراقي فهو عراقي. من هو سوري فهو سوري، من هو مصري فهو مصري. والامر على كل الدول العربية عشان ما نخشش في التفاصيل بتاعة يعني ايه اللي حضراتكم قادرة بيها، فهو رجل عراقي قرر يعمل مغامرة لطيفة وسافر مكة المكرمة سيرا على الاقدام، وبدأت القصة لما قرر محمد ادم انه يزور مكة، وبالفعل بدأ يجهز اغراضه في عربية بثلاث عجلات، وقال ادم في فيديو نشره على التيك توك تحديدا كان يوجد بداخلي صوت يقول بإمكاني السير من منزلي في بريطانيا إلى مكة سيرا على الأقدام وبالفعل بدأت التجهيز للرحلة والتجهيز استغرق مني شهرين تقريبا وبدأ رحلته يوم 1 أغسطس 2021 ومن المفترض أنه حيوصل لمكة بعد سنة حسب القطة اللي وضحها لنفسه يعني ننتظره في أغسطس 2022 ان شاء الله ربنا يحيينا ويحييكم ويدلنا العمر ونغطي ان شاء الله وصوله الى مكه المكرمه طيب نروح الى فاصل قصير ونرجع من بعده نكمل مع حضراتكم فقره صباح الخير يا مصر بنرحب بحضراتكم مره تانية دلوقتي خلينا نروح بسرعه جدا لمنى عشان تقول لنا اخر اخبار الطقس وهيئه الارصاد بتقول ايه النهارده يعني جو برد شويتين صح يا منى؟ احنا اتفقنا انه برد اه ومستقرين على انه برد حسن احنا مستنيين على فكره انه برد درجات بقى خلاص بقى نقول الدرجات النهائيه بقى عشان في اي درجه قلت <تصفح> لك الدرجات النهائيه يعني مش بصراحه ما قدرتش امسك نفسي تطلب منك الدرجات النهائيه اتفضلي مش كل مشاهدينا هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس يكون بارد على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الغربيه والسواحل الشماليه الشرقيه ووسط سينا وشمال الصعيد ويكون معتدل على جنوب سينا وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب الصعيد لكن بالليل الطقس هيكون شديد البروده على كافه الانحاء بيوصل لحد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد النهاردة كمان هيكون في أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة خلينا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة

الطابة العظمى فيها 17 والصغرى 10 العريش 14 7 كاترين 10 بتوصل لحد التجمد صفر الصغرى شرم الشيخ 20 والصغرى 12 الغردقه 19 12 الفيوم 15 4 بني سويف 15 4 والبنيان 15 5 أسيوط العظمى فيها 15 والصغرى 5 سوهاج 16 5 قنا 17 5 الاقصر 19 6 اسوان 20 7 الوادي الجديد 18 5 شلاتين 24 وهي الاعلى النهارده في درجات الحراره والصغرى 10 اما حلايب العظمى فيها 22 والصغرى 10 نرجع تاني لجمانة والحسام هيكملوا كلام برضو عن البرد اتفضلي يا حسام وتفضلي جمانة شكرا جزيلا يا من لسه مكملين مع الجو البرد الحقيقه يعني جو البرد ده أه قاعد معانا لغايه يوم السبت اللي جاي الارصاد بتقول انه في طيار هواء بارد قادم من اوروبا هيخلي الجو يوصل في بعض الاوقات لحد الصقيع خلينا نتابع مع حضراتكم أه يعني بعض التقلبات الجويه اللي هتحصل في الكام يوم اللي جايين نرجع احضركم على طول اسبوع اخر ستكون خلاله البلاد على موعد مع اجواء شديده البروده حيث انخفاض في درجات الحراره في كافه الانحاء وسط تحذيرات من تقلبات جويه تتعرض لها البلاد يومي الاربعاء والخميس حيث تشهد انخفاضا في الحرارة ونشاطا للرياح واضطرابا بالملحة البحرية وأمطارا غزيرة ورعدية تمتد لأغلب أنحاء الجمهورية ومن المتوقع وفق خريطة التنبؤات الجوية أن تنخفض درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع حيث تنخفض العظمى بالقاهرة لثلاث عشرة درجة وتنخفض الصغرى لست درجات وتنخفض الصغرى في شمال الصعيد لثلاث درجات وذلك خلال هذه الفترة، مع وجود فرص لتكون الثلوج على مرتفعات سيناء، وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى يوم السبت المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوادي البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، كما تتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، وأكدت أن حالة الطقس التي تشهدها البلاد وتصل للصقيع، حيث تتعرض البلاد لرياح شمالية باردة قادمة من جنوب أوروبا، تغزو جميع أنحاء البلاد، وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، حيث تسود أجواء باردة نهاراً وشديد البرودة ليلاً تصل إلى حد الصقيع. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه لسه انا وجمال بنتكلم في وقت التقرير عن ان الموجه اللي جايه من اوروبا دي علينا وجايبه معاها البرد اسمها هبه صح اه <applause> <applause> على فكره انت اللي فكرتيني ان اسمها هبه والله اه دي هي وعدت على شرق المتوسط قبلنا يعني احنا هبه وصلنا متاخر <applause> بس الجو فعلا يعني جو صعب جدا حقيقي ويمكن احنا بنشوف بعض الظواهر المناخيه تحديدا طبعا في فصل الشتاء صعبه جدا يعني حتى احنا متعودين عليها مع ذلك حسب كمان هيئه الارصاد بتقول انه ده مش ابرد شتاء عدى على مصر ده بالعكس يمكن خلال سنتين او ثلاثه فاتوا كانت درجات الحراره بتوصل لاقل كمان من كده لكن على اي حال يا حسام احنا بردانين انا مش فاكره ان انا بردت كده الشتاء اللي فات يعني يعني لا صح صعبه بصراحه هيبقى صعبه لا بصراحه يعني الجو فعلا برد ده حقيقي آه بعيدا بقى عن الخناقه بتاعت السوشيال ميديا ما بين بتوع البرد وبتوع الحر والكلام ده انا انا بحب البرد وبستحمله اكتر ما بستحمل الحر بس في الاخر هو الانسان ليه قدره تحمل سواء كانت مع ارتفاع درجات الحراره او انخفاضها لكن اللي بيحصل دلوقتي ده ما يعني ما تعودناش عليه ده جزء من اشكال تغير المناخ في العالم كله فيعني هذا ما جنته أي 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 ايدي البشر يعني بصراحه احنا وصلنا لمرحله ان احنا في مصر بقى الوضع بالمنظر ده وبعدين احنا البرد بتاعنا يعني ما شاء الله كده بيخش في العظم على طول فربنا فكر كمان يعني الناس اللي ظروفهم صعبه يعني ربنا يهونها علينا كلنا وتاني احنا لينا دور فعلا يا جماعه النازل في اي وقت يخلي معاه في العربيه حاجه سخنه يخلي معاه حتى لو زي بيطلع عليها دفايات اللي هي البطانيات الرفيعه جدا بيكون سعرها على فكره بسيط جدا جاكيت مش محتاجينه بس تكون حالته جيده نحاول نساعد بعض لانه فعلا الجو صعب جدا يعني احنا قاعدين في بيوتنا وعندنا اربع حيطان وعندنا سقف وبردانين وعمالين نشتكي من البرد وقد ايه الجو صعب في ناس فعلا يمكن ما عندهمش الاربع حيطان ما عندهمش سقف فخلينا نحس ببعض وان شاء الله يعني الموجه دي تعدي كده سريعا عشان الوضع يكون احسن بالنسبه لنا كلنا على اي حال مشاهدينا الكرام اتمنى صباحا وموعدنا مع موجز لاهم الانباء مع منا الشرقاوي اتفضل يا منى. شكرا جمانا اتمنى صباحا بتوقيت القاهره السادسه بتوقيت جرينتش موجز الاخبار من التلفزيون المصري اهلا بكم وجه الرئيس السيسي بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ مشروعات مدن الجيل الرابع بما فيها العاصمه الاداريه الجديده والاسكان الخاص بالموظفين بها وفق اعلى معايير الجوده المخططه جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان لمتابعه الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات القوميه لوزاره الاسكان على مستوى الجمهوريه خاصه فيما يتعلق بمدن الجيل الرابع وتطوير محافظة القاهرة عقدت بالقاهرة جلسة مشاورات ثنائية بين مصر والصومال برئاسة السفير حمدي لوزة نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية من الجانب المصري ونائب وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي محمد عبد حسن وتناولت المشاورات سبل تعزيز ودعم العلاقات الثنائيه بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وافاق التعاون المصري الصومالي في المرحله المقبله قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ان الاهتمام العالمي بالعمل المناخي شهد دفعه قويه عقب جائحه كورونا حيث اصبح العالم يسعى للتغلب على تداعيات الجائحه واشارت الوزيره الى ان الحكومه قامت باتخاذ العديد من قرارات الاصلاح الاقتصادي والهيكلي لخلق بيئه مواتيه للقطاع الخاص وتعزيز مشاركته في تطوير البنيه التحتيه الخضراء واستدامه العمل المناخي جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الذي نظمته غرفه التجاره العالميه تحت عنوان نحو تعزيز العمل المشترك بين الاطراف ذات الصله لدعم اجنده العمل المناخي أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1803 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 345774 حالة وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 1651 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته مشيرة إلى وفاة 28 حالة جديدة دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تطهير القضاء والإسراع في النظر في القضايا التي يطالب الشعب التونسي بالبت فيها جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي بقصر قرطاج كل من رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن ووزيرة العدل ليلى جوفال ووزير الداخلية توفيق شرف الدين وتناول الاجتماع أوضاع القضاء وطول فترة التقاضي ودعا قيس سعيد إلى تطهير القضاء والاحتكام للقوانين والضمائر ختام موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اهلا وسهلا بحضراتكم الشرطه المصريه استحدثت منظومه امنيه ذكيه بتساعد على تحقيق الاستقرار في الشارع وفي نفس الوقت ضبط المجرمين من خلال سيارات الشرطه الذكيه او سيارات التحقيقات المتنقله المزوده باحدث التقنيات واللي بتساعد عناصر الشرطه في الكشف عن كثير من الجرائم وكمان بتتلقى البلاغات من المواطنين في اي وقت واي مكان هنتكلم اكثر عن هذه المنظومه مع الاستاذ فتحي سليمان مدير تحرير موقع القاهره 24، صباح الخير وتحياتنا ليك. صباح الورد على حضرتك حسام وصباح الخير على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا <تصفيق> وسهلا. <تصفيق> آه طبعا احنا بنحاول ندخل الرقمنه في الدوله المصريه جزء من آه الدوله هو جهاز الشرطه او البوليس الشرطه المصريه. كان لازم يواكب التطور التكنولوجي اللي حاصل لازم يكون في منظومه اوسع فيها خدمات للساده للمو... المواطنين بتقدم بشكل ذكي وعلى الجانب الاخر تحديث المنظومه العامله على فرض سيطره الامن في البلاد فلو اتكلمنا في البدايه على فكره تحديث ودخول الرقمنه في وزاره الداخليه بداية خليني أتقدم من خلال البرنامج الكبير ده بكل آيات التقدير بكل المعايده الرقيقه لكل ضباط وزارة الداخلية ورجال الشرطة في مصر كل سنة وهم طيبين وكل سنة وكل مصري بكل خير وسلام وأمن وأمان. الداخلية زيها زي أي مؤسسة مصرية في الوقت الحالي بتنتهك سياسة التحديث، سياسة الرقمنة، سياسة التحول الرقمي لمواكبة ومسايرة اللي بيحصل في البلد الداخليه مش بعيد بالعكس الداخليه من اول المؤسسات الدوله اللي بدات تحديث ادارتها تحديث قطاعاتها من اجل منع الجريمه ردع الجريمه والقبض على المجرمين من خلال منظومه تقنيه مترابطه متكامله بتؤدي الخدمات وتسهلها وتحسنها بشكل علمي بشكل تكنولوجي بشكل تقني اما من خلال الدراسه في كليه الشرطه وتأهيل الكوادر الشرطية في المعاهد المتخصصة بوزارة الداخلية أو إدخال التكنولوجيا والاستعانة بالتقنيات الحديثة من خلال يعني دايما بنقول إن الأمن سلعة والأمن سلعة مكلفة والأمن إذا ضاع فما فيش لا استقرار اقتصادي ولا استقرار أكيد. سياسي ولا استثمار ولا ولا لذلك وزارة الداخلية من أول المؤسسات الدولة التي عملت على استحداث التكنولوجيا وإدخالها للحفاظ على امن مصر للحفاظ او بسط وحده الامان في البلاد وكان ده مردوده كبير جدا ان الامن المصري تحقق بنسبه 100% الجريمه تراجعت بنسبه 13.5% بنسبه كبيره جدا عن السنين اللي فاتت وعن السنوات الماضيه مصر من اول الدول في المنطقه او ممكن يكون في الشرق الاوسط بشكل كامل اللي تحقق فيها الأمن بنسبة كبيرة جدا فضلا أو رغم الظروف المحيطة ورغم الظروف التي مرت بها كانت من أسرع الدول اللي رجعت كانت من أسرع الدول اللي أمنت وبسط فيها الأمن نفوذه وإيده على كل ربوع الوطن في مختلف الأماكن وفي مختلف التعدد وتعدد الفئات سواء الجريمة الجنائية أو سواء الجريمة السياسية أو سواء الجريمة التكنولوجية لذلك ده كان مردوده كبير جدا ونتاج للتكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي والتقنيات والخدمات المتكاملة وتحسينها اللي تم في وزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة. عزمت. طيب أستاذ فتحي يمكن في مقدمة حسام تحدث عن سيارات متنقلة شرطية حديثة، سيارات تحقيقات، سيارة تحقيقات متنقلة، ممكن حد من المشاهدين وهو بيسمعنا دلوقتي أنا نفسي بتساءل مثلاً إحنا على طول متعودين يبقى في دوريات شرطة. صحيح. إيه المختلف؟ في الحقيقه ما هو ده زي اللي احنا بنقوله ان سيارات الشرطه دي ايضا تم تزويدها بتقنيات حديثه كان مفهوم زمان البوليس او الدوريه الامنيه هو مفهوم تقليدي جدا عن بوكس شرطه بيلف يلاقي حد مثلا متهم او خارج عن القانون بيضبطه او بيتلقى بلاغ فيتحرك عليه لا دلوقتي بقى فيه بنتعامل بشكل مصر الجديده الجمهوريه الجديده فبنتعامل في سيارات جديدة عبارة عن قسم شرطة متنقل، السيارات دي سيارات فان بدأت وزارة الداخلية بتطبيقها في سنة 2017 عبارة عن سيارة اسم شرطة مصغر فيها أجهزة حديثة كاميرات سي تي في فيها أجهزة اتصال تكنولوجية مرتبطة بغرفة عمليات الأمن العام وفيها كمان منظومة للكشف عن المشتبه فيهم أو العناصر الجنائية وكاميرات حديثه مرتبطه بمنظومه تقنيه من اجل معرفه السيارات المختبئه او المخفيه يعني مثلا في عمليات المطارده بتسهل هذه السيارات معرفه او التوصل بسرعه لاماكن اختفاء واماكن السيارات الهاربه واماكن المجرمين والكشف طبعا في اجهزه للكشف عن البطاقات المزوره بطاقات الرقم القومي في اجهزه للربط باقسام الشرطه تحرير محضر داخل السياره هذه السياره كمان عندنا السيارة دي تم تدريب الكوادر اللي فيها وتأهيلهم للتعامل مع الأحداث الطرق يعني مثلا عندنا ظابط شرطة أو قوات شرطة في هذه السيارة لو هتتعامل بشكل تدريبي أو بشكل في ملاحقة أو مطاردة تم تأهيل هذه العناصر للتعامل مع ده ولو في كمان بلاغ أو أو إزامات من خلال وسائل التقنيات أو وسائل الربط اللاسلكي بهذه السيارة بأقسام الشرطة أو بالأمن العام بيتم توجيه الموجودين في هذه السياره والعاملين بها من اجل التحرك للبلاغ او من اجل التعامل، كيفيه التعامل مع البلاغ في حاله الحالات الطارئه. <applause> طيب يعني المواطن دلوقتي يقدر يستفيد بشكل مباشر من التجديد ده ازاي او العربيات المتنقله، اقسام الشرطه المتنقله زي ما وصفتها. انا دلوقتي قابلتني مشكله، حصل اي شكل من اشكال الاعتداء، حادثه في الشارع، عندي بلاغ، هل بكلم نفس الرقم بتاع الشرطة ولا وأنا موجود في الشارع بوقف دورية يعني إزاي بيكون شكل التعامل الأولي ما بين المواطن وهذه الدورية الأيسر ليك متاح لو مواطن انت زي ما حضرتك شايف لو انت ماشي في الشارع بالعربية هتلاقي كل خمس عشر دقائق عربية شرطة معدية الفان اللي هي عبارة عن دورية متنقلة ومتحركة بتشوفها على مدار 24 ساعة لو عربية استوقفتها وحبيت تبلغ عن مشتبه فيه أو تبلغ عن حادث أو حاجة شفتها أو تدلي بأقوالك في شيء أو تعمل محضر ضد حد ده متاح لو أنت بلغت عن طريق شرطة النجدة مرتبط بهذه غرفة العمليات المركزية في الأمن العام ومديرية الأمن وأقسام الشرطة والنجدة وده هكلمك عليه كمان شوية إن غرفة العمليات دي بتوجه أقرب سيارة للتوجه ليك في المكان اللي أنت موجود فيه في خلال ما فيش من خمس لربع ساعة هتلاقي عربية عندك موجودة لو انت مش شايفها او لو مش هي قريبة منك كل ده مرتبط بمنظومة دا على مستوى محافظة الجمهورية, الجمهورية. وتم اعداد طبعا تم توجيه او تم يعني سن وعمل سيارات في كل محافظة طبعا على اختلاف عدد او مساحة المحافظة وعدد قاطنيها ومساحات أحيائها لكن في كل محافظة من 2017 تم تزويدها بهذه السيارات سيارات الفان او سيارات اقسام الشرطه المتنقله المصغره وبالمناسبه هي بتسع اكثر من او تقريبا ست مشتبه فيهم حاجز مصغر لما يتم القبض على مشتبه فيهم او جنافي وقائع العربيات دي المواطن بيستفيد منها لو حابب يحرر محضر بشكل مباشر عن طريقها او بيتم توجيهها عن طريق شرطه النجده هذه الدوريه وهذه السياره الى المواطن في مكان المتواجد فيه. <تصفيق> 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 طيب يعني استاذ فتحي حضرتك تحدثت عن هذه السياره وهذه المنظومه المتنقله، منظومه التحقيقات المتنقله ومحتواها. عددها قد ايه يا فندم؟ هل هيتم تعميمها في مختلف انحاء الجمهوريه؟ هل هيتم استبدال العربيات دوريه الشرطه اللي احنا معتدين عليها بهذه السيارات؟ يعني لو حضرتك بس تطلعنا على هذه المعلومات. في الحقيقه يعني اعدادها هي متفاوته من محافظه للتانيه هي كل محافظه فيها عشرات من هذه السيارات طبعا العدد او الحصر لهذه او بشكل عام امنيا ما ينفعش البوح باي تفاصيل خاصه بالاعداد خاصه في اعداد التزويد والتسليح وما الى ذلك لكن في كفايه سيارات تم تزويدها في كل مديريه امن على مستوى قطاعات وزاره الداخليه وإدارتها ومديريات الامن فيها السيارة دي من 2017 وهي منتشرة بكل المحافظات على حسب زي ما قلت لحضرتك في كل محافظة على حسب مساحتها على حسب أعداد القاطنين فيها أو مدى وقوع الجريمة فيها لأن إحنا عارفين إن في محافظات هادئة بطبيعة الحال ومحافظات ساخنة إلى حد ما في الجريمة الجنائية وفي تجارة المخدرات ونشطة وغيره. فالداخلية بتتعامل أو قطاعات الأمن في مصر بتتعامل وفق كل محافظه بتزودها سواء مثلا المحافظات الحدوديه غير المحافظات الدافئه او المحافظات الدلتا فهنا تم تزويد المحافظات او مديرية الامن بهذه السيارات سيارات الفان او اقسام الشرطه المصغره منذ عام 2017 حتى الان طبعا سنويا بيتم زياده هذه السيارات بيتم الدفع بسيارات اخرى وبيتم الدفع بوسائل ايضا حديثه لتزويد السيارات دي وسيارات اكثر حداثه واكثر تطور لان كل سنه في تحديث لمنظومه الامن في مصر وبالتالي المواطن هو المستفيد الاكبر والاول من هذا التحديث وهذا التطور عظيم طيب انت كنت بتتكلم معانا عن غرفه العمليات وقلت لنا ان, إن في تحديث حاصل فيها ودي هتتكلم معانا قول لي ايه الجديد في غرفه العمليات تجدد داخل الوزاره الامن العام ازاي بيتعامل مع العديد من البلاغات او الاخباريات اللي بتجي له من المباحث احنا شفنا في اكبر ممكن تكون ازمه قريبه مرت بيها هي ازمه السيول اللي حصلت في اسوان من فتره قريبه والسيد رئيس الفتاح السيسي وجه باغاثه ووجه بادخال حياه كريمه في محافظه اسوان وغرب اسوان تحديدا في هذه الاثناء او في هذا الوقت كان اللواء محمود توفيق وزير الداخليه بيتابع عمليات شفط الامطار وعمليات السيوله المروريه وعمليات الاغاثه من هذه السيول من خلال غرفة العمليات المركزيه بوزاره الداخليه او غرفه عمليات قطاع الامن وزاره الداخليه او غرفه العمليات المركزيه في وزاره الداخليه مرتبطه حاليا بجميع ادارات النجد على مستوى الجمهوريه بجميع ادارات الحمايه المدنيه والمرور ومزوده باجهزه ربط لاسلكي اجهزه منظومه تقنيه كاميرات حديثه جدا وقويه جدا ومتطوره جدا من اجل نقل ما يحدث على ارض الواقع الى غرفه عمليات بيتابعها وبيشوفها قيادات وزاره الداخليه جزء الدخلية. منها كاميرات المراقبه اللي بنشوفها في الشوارع اللي ابتدت تنتشر في الفتره آه صحيح الحل. ولا وكاميرات وزاره الداخليه آه كمان مختلفة عن كاميرات المواطنين او العديد. المحلات او غيره آه يعني في في بتبقى محطوطه في الطرق بنشوفها كتير بالزبط. موجوده في وده بقت ضروره امنيه الحقيقه ومنعت آه كتير من الجرائم او آه ساهمت في سرعه ضبط المتهمين في هذه الجرائم او بارتكاب الجرائم يعني احنا عندنا لما تلاقي الامن نزل بنسبه 13.5% في مصر باختلاف طبعا احنا بنشوف حاليا الجريمه بترتكب بشكل مباشر يعني ايه؟ ان مثلا ممكن تلاقي حريق وواحد فتح بس مباشر شغال على الحريق او واحد زي جريمه الاسماعيليه وشغال البث مباشر فبتشوف الجريمه بشكل مباشر على الهواء اه زمان ما كنتش تشوف ده لكن واقع الارقام بتقول الضبطيات بتقول ان الجريمه قلت في مصر بنسبه 13.5% ده مردود لايه؟ مردود لعمليه التطور اللي حصلت في البيت الامني ترتيب وتكامل الخدمات الامنيه المقدمه للمواطنين الاستفاده من التكنولوجيا الحديثه في وسائل ردع وضبط المتهمين ومكافحه ومطارده الجريمه وملاحقه مرتكبيها والمتسببين فيها غرفه العمليات في وزاره الداخليه قيادات وزاره الداخليه لما تشوف موقف طارئ وعايزة توجه القوات بيتم زي كانه هو موجود في ارض الواقع كانه موجود في ارض الحدث بيوجه قواته في التعامل ازاي خد بالك من المنطقه دي اعمل كذا تصرف كذا فهنا انت بتشوف بتتابع الاداء عامل ازاي من خلال غرفه العمليات الحديثه اللي بقول لحضرتك عليها بتوجه الضباط يتعاملوا ازاي بتشوف الخلل فين والتكامل فين ايه تعظم التكامل وتعالج الخلل هنا هذه الغرفه او غرفه عمليات وزاره الداخليه اللي تم ربطها من خلال الاماكن او من خلال القطاعات المختلفه بوزاره الداخليه باجهزه ربط حديثه اي دي ار واجهزه الاي في دي حاجات وسكوت اي دي ده في مصطلحات كثيره قوي ده حاجات عايز اقول لحضرتك ان هي مزوده باحدث ارجوك لنا باحدث انواع العاملين في البيت الامني او في المجال الامني تحديدا عارفين الكلام ده كويس ان الحاجات دي مكلفه وباهظه التكاليف وتم خلال الفتره الاخيره بصراحه ادخال التكنولوجيا بشكل عام في منظومه الامن في مصر وبقت بتواكب وتساير او تجابه الجريمه لان طبعا المجرم دايما بيستحدث من وسائل ارتكاب الجريمه وبيستفيد من التكنولوجيا وشفنا ازاي زي عناصر ارهابيه استفادت من التكنولوجيا في فترات سابقة وحاولت إدخالها عن طريق التجنيد عن طريق الاستقطاب عن طريق التشويش والشائعات ونشر الزعزعة والاستقرار وما إلى ذلك فشوفنا في المقابل لازم يسير ده أو مش لازم يسير ده لازم يسبق ده مواكبة أمنية مسيرة أمنية وقفة أمنية تكنولوجية تقنية تمنع وتحول دون استفادة المجرمين من التكنولوجيا الحديثة واستخدامها بشكل سلبي من اجل وقف او من اجل خفض نسبه الجريمه وده اللي تحقق بصراحه بنسبه كبيره جدا بفضل تاهيل الكوادر الامنيه تاهيلها بشكل علمي بشكل تاهيلي وتدريبي وتقني وكمان ادخال التكنولوجيا والاستفاده منها في ملاحقه الجريمه ومطاردتها ومنعها طيب استاذ فتحي لو اتكلمنا بقى عن السوشيال ميديا بما حضرتك تطرقت للنقطه دي حضرتك قلت بالفعل ان دلوقتي بعض الجرائم وبعض الحوادث بتكون في بث مباشر الناس بتعرضها في بث مباشر صحيح. في نفس ونفس وقت وقوع الجريمه ده يعني من وجهه نظر حضرتك ورؤيتك يعني بنتكلم من نقطه عن نقطه امنيه من منطلق نقطه امنيه ده بيسهل الوضع على الجهات الامنيه او بيصعبه أه لا خليني اقول لحضرتك ان دايما زي ما في تطور في وسائل او طرق ارتكاب الجريمه وملحقاتها سواء تصويرها او سواء اذاعتها ونشرها او طرق ارتكابها في في المقابل تطور في ردعها في مراقبتها في تحليل ادائها بشكل عام الكاميرات او التكنولوجيا بشكل عام زي ما ساهمت بنسبه في وشفنا لو لو حضرتك تابعت مثلا افلام اجنبيه ومسلسلات اجنبيه عن الجريمه وكان اخرها لكازا دي بابل اللي هي المسلسل الشهير يعني كيف استفاد اللصوص من التكنولوجيا الحديثه في ارتكاب عملية السطو اه وكان عندنا في, في الشرم الشيخ مدرب المحقق المحققه, المحققة آه فاحنا شفنا ازاي تطور اسلوب المجرمين ووصل لمسيرة الوزارات او المنظومات الامنيه بشكل كامل في دول متقدمه بالضبط ده اللي بيحصل فالاستفاده او مدى الاستفاده من التطور التكنولوجي الذي يحدث زي ما بيحصل في بيستخدموا عناصر الشر او عناصر الاجرام او الخارجين عن القانون بشكل اكثر شررا واكثر سوءا الامن بيستفيد منه بشكل اكثر ايجابيه وخاصه لما يتوظف ده مع عناصر مخلصة مع عناصر مؤهلة مع عناصر مدربة على استخدام هذه التكنولوجيا أنا بشكل عام في ظني وفي تقديري أن الأمن في مصر استفاد من نشر الجريمة استفاد من سرعة ضبط المتهمين في ارتكاب الجرائم عن طريق المتهمين فيها يعني جريمة الإسماعيلية اللي حصلت وشوفناها على الهواء دي في خمس دقائق كانت الشرطة جت في خمس دقائق كانت الشرطة ضبطت المتهم وكانت آه. اعتدى على احد المواطنين في شارع. في الشارع بالزبط. وفصل راسه عن جسده و... ده حقيقي دي كانت جريمه جريمه كانت شهيره ومعروفه وكل مصر شافتها بس مباشر على الهواء عبر مئات المواطنين اللي فتحوا بس مباشر على فكره وهنا برضو في دور لازم على المواطن يقوم بيه يعني انا صعيدي وبشكل عام انا مصري في الاساس الله يخليك يا فهنا المصري لازم قبل ما يفكر يفتح بس مباشر ما يفكر يصور جريمه بترتكب يفكر في طريقه يمنع بها جريمه لان احنا بنشوف ناس بتاخد سيلفي مع حريق بدانا نشوف ناس بتصور ممكن حادثه قطر بتصورها على الهواء بتاخد بس مباشر مع لا في دور للمواطن لازم يقوم بيه اكثر من التصوير اكثر انسانيه حتى لو ف... آه. لانه برضو خلينا نتفق على شيء احيانا بيتملكنا الخوف او الرهبه لو مش هنقدر نساعد بشكل مباشر على الاقل نبلغ بلاش يعني نبلغ بس نبلغ يعني ده ما ده لازم في طريقه طبعا للمشاركه أكيد. والمساهمه بشكل ايجابي انا ما بقولش انك انت مثلا ترمي نفسك في الخطر لانك انت مش هتعرف تروح بنفسك تطفي نار لكن انت ممكن تساهم انك انت تبلغ ممكن انك انت هي يعني تت... مسؤوليه مسؤوليه مجتمعيه في فهنا الدور مجتمعي يعني اعتقد ان الامن مش في حاجه الى السوشيال ميديا من اجل ان هو وان كان بيقوم بتحليل الدور السوشيال ميديا بيقوم بتابع وطبعا في جرائم ميديا. كتير استدلت عليها الشرطه والمباحث من خلال الاعترافات الموجوده على السوشيال ميديا وقطاع تكنولوجيا المعلومات يعني بيقوموا بدور عظيم جدا ده ودايما بنقول الطمع في الخير حلو احنا مستنيين اكتر عايزين زياده بجا... البحر بتأكيد. بيحب الزياده الاستاذ فتحي سليمان مدير تحرير موقع القاهره 24 بشكرك شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا كل سنه وحضرتك بخير ومصر صح بخير صحيح. كل سنه وحضرتك بصحه وسعاده يا رب ان شاء الله شكرا جزيلا بنشكرك شكرا جزيلا شكرا فاصل وصايا حضرات الساده المشاهدين وهنرجع من بعده نستكمل فقرات صباح الخير يا مصر انتظرونا <applause> نرحب بحضراتكم من جديد لسه مكملين معاكم فقرات صباح الخير يا مصر مستمره مع حضراتكم لغايه الساعه 10 صباحا ودلوقتي خلينا نروح للاخبار الرياضيه طبعا المحليه والعالميه منا صباح الخير عليكي مره ثانيه وقولي لنا بقى اخر الاخبار الرياضيه. عندنا اخبار كتير النهارده جمانه اهلا بكل مشاهدينا وجوله مع اهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. هنبتدي اخبارنا على طول مع كاس الامم الافريقيه والمنتخب الوطني اللي اتدرب امبارح تدريب مغلق عشان يستعد لمواجهه الكوديفوار بكره الساعه 6 في دور ال16 لبطوله الامم الافريقيه من ناحيه ثانيه بيواصل محمود حمدي الونش تدريباته التاهيليه في الكوره نتائج المساحات الطبية اللي أجرتها بعثة المنتخب الوطني في مدينة دولة الكاميرونية استعدادا للقاء الكوت على طلعت سلبية وجميع العينات موجودة سلبية لأعضاء البعثة والفريق وكل التوفيق لنا بكرة امبارح كانت المفاجاه بفوز منتخب جامبيا علي منتخب غينيا بنتيجه واحد صفر في المباراه اللي اتلعبت في اطار مباريات دور الستاشر من بطوله كاس امم افريقيا وبكده رسميا بيتاهل منتخب جامبيا للدور الثمانيه وكمان منتخب الكاميرون اتأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه الصعب على منتخب جزر القمر بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت امبارح على ملعب بول بيا ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة اللي شفناها امبارح. أكرم توفيق لاعب منتخب مصر والنادي الاهلي هيسافروا لالمانيا الاسبوع اللي جاي علشان بعد ما حصل على تاشيره السفر لاجراء جراحه الرباط الصليبي هناك وده طبعا بسبب الاصابه اللي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي خلال بطوله امم افريقيا في مباراه مصر ونيجيريا وفريق النادي الاهلي اضرب امبارح على ملعب التتش بالجزيره وده بعد الراحه السلبيه اللي حصل عليها اللعيبه لمده 24 ساعه اللعيبه اتدربوا امبارح تدريبات بدنيه طويله في الجيم تحت اشراف مدرب احمال الفريق ولمده 40 دقيقه بعدها انطلقت التدريبات في الملعب من ناحيه تانيه الفرنسي باتريس كارتيرا المدير الفني لفريق نادي الزمالك بيجهز لعيبه الناشئين اللي حيمنحهم فرصه المشاركه في مواجهه سيراميكا في الجوله الرابعه من مسابقه كاس الرابطه واللي هتتلعب يوم الجمعه القادمه اما بقى فريق نادي الاسماعيلي فبيواصل تدريباته اللي قدها على الملعب الرئيسي لاستاد الاسماعيليه ضمن برنامج الاعداد لمواجهه المقاولين العرب يوم الخميس الجاي على ملعب الجبل الاخضر في رابع جولات بطوله كاس رابطه الانديه المحترفه والاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف اعلن تاجيل مواجهه النادي الاهلي مع المريخ السوداني اللي كان المفروض تتلعب في شهر فبراير التاجيل طبعا جه بسبب مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه وعشان كده الكاف اصدر بيان رسمي قرر فيه انه ياجل المباراه نتحول بقى للسكواش ورابطة اللاعبين المحترفين للسكواش بي اس اي اللي اعلنت انسحاب محمد ابو الغار المصنف رقم 14 على مستوى العالم من بطولة اون فاير المفتوحة للسكواش واللي بتتلعب في الولايات المتحدة الامريكية وده بسبب الاصابة اللي تعرض لها الف سلامة. اخبارنا الرياضية خلصت خلينا نرجع نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر مع جوانا وحسام تفضلوا. شكرا جزيلا نيمينة بشكرك شكرا جزيلا على جانب آخر هناك تطور ملحوظ في المواقع الشرطية الخدمية خصوصا فيما يتعلق بتقديم الخدمات الرقمية في الأحوال المدنية والجوازات تصريح العمل صحيفة الحالة الجنائية اللي هو فيش والتشبيه كل الخدمات دي بقت متاحة حاليا بشكل إلكتروني يعني ممكن تصدر هذه الأوراق وحضرتك أو حضرتك موجودة في البيت طبعا غير الدور الامني المتعلق بمباحث الانترنت ومواجهه الجريمه الالكترونيه هذا الموضوع هو مسار الحديث في هذه الفقره تحديدا التحول الرقمي في الوزاره والخدمات الرقميه المقدمه لنا كمواطنين معانا دلوقتي في الاستوديو الاستاذ محمود عبد الراضي رئيس قسم الحوادث باليوم السابع صباح الخير يا واهلا بيك على صباح أهلا الخير اهلا وسهلا بحضرتك يا آه زمان كنا بناخد يوم اجازه صح عايز انزل اعمل مثلا فيش وتشبيه او هطلع مستخرج رسمي من شهاده الميلاد هجدد البطاقه بنزل اخد يوم اجازه ويمكن اليوم اللي بعده اكلمهم في الشغل اقول لهم معلش ما خلصتش الورقه انا بكره كمان هغيب صح آه الرحله من هاخد يوم اجازه للي احنا وصلنا له النهارده خدت شغل كتير صحيح فممكن تحكي لنا كده الرحلة من بدايتها لحد ما وصلنا لموقعنا يعني يمكن اضيف حاجه يعني مش مش اجازه بس كان ناس بتسافر في... اه يعني كان في عبء نفسي يعني انا كنت اجهز نفسي انا رايح بكره الحوال المدنيه وخاصه في وقت الذروه اللي هو وقت المناسبات تقديم لكليات الشرطه لما وزاره التموين بتعلن عن اضافه مواليد مع دخول المدارس كان في تكدسات وكانت تمتد طوابير لعشرات الامتار خارج السجل المدني ناهيك كمان عن الفترة الزمنية لما كنا نروح نطلع بطاقة كنا نقعد 15 يوم تتوقف حياتنا ولا نعرف نتعامل مع بنوك ولا نعرف نتعامل مع مدارس ولا جامعات ولا 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 ولا, ولا, ولا. فكان لازم يكون في تدخل سريع وعاجل عارف حضرتك ان الدنيا بتتطور حوالينا فكانت وزارة الداخلية لابد ان تساير هذا التطور وكان لابد ان تطوع التكنولوجيا الحديثة وما وصلنا اليه من تقدم علمي لصالح العمل الامني او لصالح الخدمات الشرطية زي ما قلت حضرتك وزارة الداخلية إذا كانت بتقدم رسالة أمنية هامة وهي مكافحة الجريمة بشقيها الجنائي والسياسي فبالتوازي معاه بتقدم ما يعرف بالأمن الإنساني المتمثل في الخدمات الشرطية الخدمية لحضرتك لسه نوهت عنها. يأتي على رأسها الأحوال المدنية اللي أنا وحضرتك والأستاذ وكلنا بنتعامل معها بشكل يومي من عن طريق المستخرجات وما إلى ذلك. الفترة اللي فاتت ايه اللي حصل؟ حصل تطور ضخم في منظومة المواقع الشرطية الخدمية بدأ يتم الاعتماد على التحول الرقمي والرقمنة، حضرتك منذ أن تطأ قدمك مبنى الأحوال المدنية أو السجل الأحوال المدنية تحس من الوهلة الأولى إنك أنت في بنك، تدخل تاخد رقمك، ما عادش فيه طوابير، ما عادش فيه تشوف حد، لا خالص، تدخل تاخد رقمك في مكان متحضر بتقعد عليه في شاشه بتعرض الارقام حضرتك بتتوجه الى الى المكتب او الى الشباك. الشباك تمام حضرتك كنت قديما بتلف على 10 15 شباك مم. وكل شباك فيهم طابور عارف في فيلم حلم الد... أيوة. بتاع احمد حلمي الشهير لما قال لك لا ده الطابور بتاع الاسانسير مش طابور الموظفين أيوة. أيوة. لا دلوقتي اصبحت بتنهي كل اوراقك وكل اللي انت عايز تعمله من نفس الشباك مم. ما يعرف باسم الشباك الواحد تتوجه الى نفس الشباك بتاخد ورقك من نفس الشباك بتتحرك الامر اصبح لا يستغرق اكثر من دقائق تمام ده اذا حضرتك حبيت تروح الاحوال المدني اذا حبيت حضرتك تخلص خدماتك بقى الخطوه اللي حصلت بعد كده من البيت فين اللي بيحصل اتاح لك كذا كذا خيار الخيار الاول وهو الدخول على طريق الانترنت بسيطه جدا المواطن بيدخل على جوجل كلنا بنعرف نفتح جوجل بيكتب موقع وزاره الداخليه يفتح له الموقع فيه كذا حاجه خدميه بتدخل م. على المكان اللي انت عايزه مرور احوال مدنيه اخترت الاحوال المدنيه بيظهر لك الاحوال المدنيه بيظهر لك كل المصدرات بتاعت الاحوال المدنيه اللي حضرتك ممكن تختار منها اذا اخترت عايز اطلع اطلع شهاده ميلاد تختار شهاده ميلاد بتختار وسيله الدفع بتحط العنوان بتاعك بتدفع بالكارت الالكتروني الفيزا تفهمني. يا اما تدفع عند الوصول لما يجي يسلمها لك بتدفع هو كذا اختيار فبتختار تكتب عنوانك الخدمه بتجي لك لحد البيت إذا يعني ما كنا نطلق عليه في الصحافه خدمه ديليفري. إذا من المشهد اللي حضرتك قلته من طوابير ومن عبء نفسي ومن يوم اجازه لايه استخراج الورق بضغط الزر. انا بضغط على زر الكمبيوتر عندي او على الموبايل بتاعي الورقه أي الموضوع وصل لخيارات اخرى. انك انت تتصل بالخط الساخن، افتحوا خط ساخن مش عندك نت ما تعرفش تستخدم النت. فتتصل بالخط الساخن بتطلب الخدمه نفس القصه وتحدد الوسائل الدافع وتحدد العنوان في مندوبين ولبسه معين وليهم متساكل ومش وبيتحرك وبيجي لك ويجي لك لحد لحد يعني. الامر تطور اكثر اصبح في ماكينات في الشوارع عارف الماكينه بتاعت الفلوس اللي احنا بندخل انا يكون عندي فلوس نصرف منها المرتب المعاش نصرف في اي مكان اصبحت الماكينات دي موجوده في الشوارع انا اذا لا اتعامل مع بشر انا اتعامل مع اله هذه الاله بدخل بياناتي والاله دي بتتعامل معايا بتاخد وتدي معايا في الكلام حضرتك عايز شهاده ميلاد كم نسخه عشرة عايزها باللغه العربيه وبلغات اخرى احنا عندنا 17 لغه الاوراق ب... ودي حاجه مهمه جدا لان في الاول كنا ناخد الاوراق دي ونروح مكتب توثيق رسمي وندفع فلوس ونقف طوابير وبدل الورقه ما في يوم نخلصها في 10 ايام دلوقتي بتطلع بلغات واذا انا اختار هذه الخدمه وادوس برنت الامر وصل اكبر من كده ان هذه المراكز او النموذج السجلات المدنيه اصبحت لا تقتصر على المبنى بتاع الاحوال المدنيه اللي هو في العباسيه وفي المحافظات وفي الاقاليم وفي الصعيد وفي الدلتا لا اصبح تطور الى وجود هذه الخدمات في المراكز التجاريه المولات انا واخد اسرتي بنتفسح ودخلنا سينما اشترينا اكل وجنبي المول المولات والنوادي والنوادي يا فندم فأنا بدخل النادي وأدخل المول بستخرج كل الورق كاني موجود في السجل المدني بالظبط لحد الساعه كام يا فندم لحد الساعه 9 بالليل يعني انا بالليل خلصت شغلي روحت اتغديت طب هل لحد الساعه 9 بالليل بس لا يا فندم يوم الجمعه كمان اصبحت السجلات المدنيه تعمل من الساعه 9 صباحا ل 9 بالليل يوم الجمعه يعني انا يوم الجمعه عندي شغال طول الاسبوع فانا متاح ليا ان اروح يوم الجمعه واخلص كل الاوراق بتاعتي فاذا هذه الخطوات كان الهدف منها هو تخفيف العبء عن المواطنين كان الهدف منها هو سر سرعه استخراج الاوراق احنا دلوقتي الاحوال المدنيه مثلا بطاقه الرقم القومي اصبح عندنا كذا اختيار في بطاقه الرقم القومي اللي بيتم استخراجها خلال أسبوع البطاقه العاديه في البطاقه السريعه اللي هي بتستخرج في ثلاثة ايام في البطاقه الفي اي بي اللي بتستخرج خلال اليوم في البطاقه الفوريه البطاقه م. الفوريه انا دلوقتي البطاقه وقعت مني دلوقتي وعايز اخلص بقى و فروح دلوقتي حالا قدم الاستماره دلوقتي وسلم واستلم في نفس اللحظه يعني في بطاقه الفي اي بي في نفس الوقت بطاقه الفو... في السريعه في اسبوع ثلاثة ايام اسبوع ثلاث ايام في نفس اليوم في نفس, في اللحظة. نفس اليوم في نفس اللحظة عندك أربع اختيارات عندك أربع اختيارات وحضرتك تختار كيف ما تشاء كمان كان لما البطاقة حضرتك ضاعت منك سواء فقدت أو سرقت أو كان في قصه في الاول العمليه الروتينيه اللي هو تروح الاسم الشرطه تعمل محضر وتعمل محضر, محضر دلوقتي و... بتتوجه للاحوال المدنيه نفسها وبتعمل مذكره في الاحوال المدنيه لا تستغرق اكثر من يومين مش اروح الاسم الاول اعمل محضر ان انا بطاقتي ضاعت وبعدين اطلع على بالمحضر على السجل المدني حطيت في الموقف ده بالمناسبه أه لما حضرتك قلت انا تذكرت انا فعلا كانت بطاقتي ضايعه ورحت فعلا مركز الاحوال المدنيه وما يعني ما احتجتش حتى انا سالت لان ما كنتش يعني ما كنتش عارفه بالظبط اعمل ايه كنت مستعجله كمان جدا فقال لي ما مش محتاج ان انا اروح اسمه وعمل محضر فعلا بدل فائد بصرق. او ما الى ذلك فاصبح في كمان مكان اللي مذكره تكتب مذكره وتمضى عليها والموضوع انتهى وتخلص ورا الهدف كان من القصه دي كلها والانجاز والسرعه اصبح كمان عندنا وافضي الاسم للحاجات الاهم مش هروح بالضبط. اعمل محضر في الاسم يعني الناس عندهم حضرتك اشغال ثانيه احنا لينا سنتين بنعاني من وباء كورونا والزحام واحنا بنخفف الاعداد وال... و... ف... فده ده, ده, كمان فرصه عظيمه ان احنا نتغلب على الزحام كمان م. ظهر حاجه اسمها سيارات الاحوال ال... المدنيه المتنقله اللي هي اتوبيسات بتعمل بالطاقه الشمسيه اتوبيسات بشكل متحضر جدا هي بمثابه سجل مدني متحرك في كل حاجه م. هذا السجل المدني ده بيروح القرى والارياف والنجوع في الصعيد والدلتا واي مكان فيه زحمه بيقف في الشارع وحضرتك تستخرج قدام بيتك تستخرج كل الاوراق بيذهب الى المشروعات الجديده الى العالمين الى العاصمه الاداريه العمال الموجودين هناك لحد المكان بتاعهم بيستخدم وزاره الداخليه ذهبت الى ابعاد انسانيه بمعنى انا عندي حد والدي او والدتي او حد عندي كبير في السن عنده 70 80 سنه ومش قادر يتحرك ففي صعوبه انه يروح الأحوال المدينه عشان موضوع التصوير تعرف حضرتك كل سبع سنين لازم نحدث البيانات لان ملامح الشكل بتتغير مظبوط عندي واحد تعبان في مستشفى والبطاقه بتاعته خلصت وعايز يعمل عمليه ولازم يعمل عمليه في اجراءات في ورقه لازم يخلص حد عايز يصرف معاش فانا اتاحت وزاره الداخليه عن طريق الاعلام والعلاقات ان حد من الدرجه الاولى يروح يقدم طلب حضرتك عندك حد قريبك فبتروح تكتب طلب مكتوب انا عندي وتكتب حيثيات الطلب مريض كبير في السن وترفق ما يثبت كلامك وتسيب رقم تليفون ايه اللي بيحصل بقى؟ انت ما بتعملش حاجه تاني هم اللي بيعملوا بقى خلال 48 ساعه بيجي لك تليفون يا فندم في مأمورية هتطلع بعد بكرة من الأحوال المدنية نستأذن حضرتك تيجي تتحرك مع المأمورية حضرتك بتتوجه مع المأمورية من هناك في عربية مجهزة في جل مدني ومتنقل بيروح لحد بيت حضرتك بيصور الشخص, صاحب الشخص بطلع. ده ويا فندم بعد كده بيرجع تاني ويخلص البطاقه ويبعت مندوب يسلمه البطاقه هو في البيت او هو في المستشفى او 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 هايل يعني مفاق. تقريبا ما فيش نقطه او تفصيله الحقيقه أقفلتها وزاره الداخليه طب خليني اسالك بقى يعني بما ان احنا بنتكلم يا استاذ محمود على فكره المعاناه والمواقف الصعبه اللي احنا كنا فيها على مدار سنين فاتت كان في كمان خلينا نقول المرور المرور كان نفس الفكره بالظبط لو عايزين نستخرج رخصه قياده او رخصه عربيه او نجددها كانت برده نفس المشكله المخالفات لا اصل انا ما كنتش موجود هنا اصله مش انا دلوقتي بقى في كاميرات مراقبه على تقريبا معظم الطرق صح. بالصوره صح. بتيجي مسج على الموبايل تقريبا بتكون فوريه صح. بكل التفاصيل عايز اسال حضرتك عن فكره هذه المنظومه منظومه المرور الذكي وايضا وحدات المرور المتنقله ده ده عظيم جدا فعلا كلنا كنا نعاني بفكرة المرور مع انك انت تروح المرور وتشيل مخالفاتك تجدد كان كانت الموضوع صعب جدا ظهر ما يعرف باسم منظومه المرور الذكي هذه المنظومه وحدات المرور زي ما قلنا حضراتكم في بتعمل بالنداء الالي حضرتك ممكن تحجز عن طريق الانترنت يعني انا عايز اروح المرور الساعة أخلص شغل الساعة واحد الظهر فأنا بحجز أنا معادي من واحدة الظهر لاثنين الظهر فبيديني رقم بتوجه على الوحدة بتاعتي في نفس البتاع كمان أتاحت الإدارة العامة للمرور وجود أماكن فحص في بعض المولات يعني حاليا ظهر في أحد المولات في مدينة نصر ثم بعض المولات تم تعميمها في كذا مول إن حضرتك يعني كان الأول الأزمة إن أنا مقيم في القاهرة فأنا موجود في اسكندرية والبطاقه بتاعتي الرخصه بتاعتي خلصت بتاعت ال وعندي فحص الصحيح. وعندي فحص فلازم اجي من اسكندريه عشان اروح القاهره لا دلوقتي اصبحت هذه المراكز يعني الموجوده في المراكز لو في حد مثلا ساكن زي ما حضرتك قلت في اسكندريه والرخصه بتاعته من القاهره بالضبط. هو عمله اضطر ان هو يكون في اسكندريه وعنده فحص وعايز يجدد الرخصه عشان ما تتسحبش منه تمام بيروح يعمل الفحص أصبح في حاجة. المكان ويروح ياخد الورقة بالإنترنت يبعتها يقول لهم أنا عملت الفحص ولا هم اللي بيقولوا للشبكة فلان جه عمل فحص وهو يروح يدفع الأتعاب بتاعة أو مصاريف الزر الرخصة في الوحدات الجديدة الوحدات الإلكترونية أصبحت أنت بتروح للوحدة الإلكترونية دي غير مقيد بأي محل إقامة أنت بتخلص وعن طريق السيستم بيسمع انك انت خلصت فكره ربط المعلومات ربط ده هو ده هدف الرقمنه الاساسي ربط المعلومات إفنان. اصبحت بتستخرج شهاده المخالفات وكان في عبء عن طريق الانترنت بتدخل تدفع المخالفات نيابه المرور كمان نيابه المرور كمان فكره التظلمات ما عادش فكره انك انت لازم تروح بنفسك وتقدم حيثيات ان انا ما كنتش موجود لا انت بتدخل دلوقتي بيجي لك خيارات المخالفه دي انا ما كنتش موجود في المكان ده انا ما كنتش فبيبدا بناء على اجاباتك بيبدأ يحدد لك بينزل لك المخالفات بتاعتك 50% 25% فاصبح في رقمنه بتحصل في المواقع الشرطيه بشكل عام، الهدف منها حاجتين اللي هو اولا التغلب على الوقت، ثانيا تقديم خدمه تليق بالمواطن المصري وتتماشى مع الجمهوريه الجديده. احنا اصبحنا دلوقتي بنطور كل شيء، فاذا كنا بنطور كل شيء فكان الاحرى والاولى بينا ان احنا نطور الخدمات الخاصه الخدمات اللي بتمس المواطن المواطن نفسه اللي بيتعامل معاه بشكل يومي المرور الاحوال المدنيه الجوازات تصريح العمل كل حاجه <applause> طيب استاذ محمود زي ما حضرتك تحدثت وتطرقت لنقطه هامه جدا انه بقى في كمان بعد انساني ان كان في مراكز الاصلاح والتاهيل اللي حلت محل بعض السجون ايضا فكره العفو الرئاسي يعني احنا كل سنه في نفس التوقيت تقريبا ما كانش كمان في مواقف اكتر نسمع دايما عن عفو رئاسي عن عدد معين من المسجونين. طيب ده سؤال مهم جدا الفتره الاخيره زي ما قلت لحضراتكم ان وزاره الداخليه بدات تعلي ما يعرف بالامن الانساني. واكيد حضراتكم عارفين ان في كان استراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان فترسيخا لهذه الاستراتيجيه بدات وزاره الداخليه تفكر في الغاء السجون العموميه وحلت ما حلها هي المراكز الاصلاح والتهييل هذه المراكز احنا شفنا مركز الوادي النطرون ثم بدر وفي القريب العاجل هيتم مراكز اخرى لالغاء جميع السجون على مستوى الجمهوريه. <applause> هذه المراكز الهدف منها الناس فاهمه يعني في, في, في المعتقد القديم ان الناس فاهمه ان السجين ده بيدخل السجن وعقاب وسجن انفرادي والسجن غير كده خالص. انا بواقع عملي ومتابعتي لملف الامني في وزاره الداخليه على مدار سنين طويله زرت معظم السجون او الصراحة. مراكز الاصلاح والتاهيل في الفتره الاخيره الهدف الاسمى منها هو تاهيل السجين او ما تطلق عليه وزاره الداخليه النزيل الهدف وزاره الداخليه قدامها تارجت ان الراجل ده دخل مذنب انا بقومه وعدل سلوكه بحيث يطلع للمجتمع يعرف يتعامل مع المجتمع لو دخل لص يطلع ما بيسرقش لو دخل تاجر مخدرات يطلع لا يتاجر في السموم فانا طول الوقت بقوم في سلوكه هذا التقويم يشمل حاجات كتير مشروعات إنتاجية أخصائيين اجتماعيين بيقعدوا معاه لو مش متعلم بيعلموه في مكتبات في أماكن تريض فيه في أكيد حضراتكم شفت الفيديوهات مش عايز أثر فيها طب هل وزارة الداخلية بتقتصر عند هذا الأمر؟ لا خالص في هناك ما يعرف باسم شرطة الرعاية اللاحقة أنا بتابعك في السجن وبعد ما تخرج بعد ما تخرج إيه اللي بيحصل بقى؟ بعمل لك مشروع خاص أنت اتعلمت جوه مهنة معينة فبطلع بعمل لك مشروع خاص وتابعك كل فترة بساعد اسرتك بقدم لك مساعدات اذا حتى اضمن لك انك تكون شكل شخص سوي بالتوازي ده مع ده بيتم عمل ما يعرف بالعفو الرئاسي العفو الرئاسي او العفو الشرطي مختلفين عن بعض العفو الرئاسي اللي بيجي برئاسه الجمهوريه العفو الشرطي اللي هو واحد مسجون مثلا فعليه 25 عليه 20 سنه قضى نص المده فأدى نص المد. فنص المده فنص المده الثانيه بيطلع ولكن بتكون هناك شروط مراقبه اه يعني هناك لجان فنيه وقانونيه بتضع مجموعه من الشروط ابرزها يكون اثناء وجوده في السجن حسن السير والسلوك خروجه لا يمثل خطر على الامن العام يكون النوع القضيه المتهم فيها غير مخله بالاداب قضيه لا تمس امن البلاد تمس اذا تمس الشرف بالشرف فاذا ما توفرت هذه الشروط بيتم ادراج واحنا بنشوف خلال السنوات اللي فاتت عدد كبير من المساجين بيتم الافراج عنهم وفي توسع في الافراج آه. عن المساجين بشكل كبير والنهارده ان شاء الله هيحصل افراج باذن الله هننتظر حيثيات وارقام الافراج باذن الله النهارده بنشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمود عبد الراضي رئيس قسم الحوادث باليوم السابع شكرا جزيلا على وجودك معنا طيب. الان حضرات الساده المشاهدين التاسعه صباحا بتوقيت القاهره موجز اخباري جديد مع منى الشراوي اليك منه. شكرا ليك حسام التاسعه صباحا بتوقيت القاهره السابعه بتوقيت جرينتش موجز الاخبار من التلفزيون المصري اهلا بكم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون واوضح المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه ان الرئيس الجزائري يحل ضيفا عزيزا علي بلده الثاني مصر في زياره عمل لمده يومين اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجويه واللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع مستقبل مصر. وصرح المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه ان الاجتماع تناول تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للانتاج الزراعي مستقبل مصر ضمن نطاق المشروع العملاق الدلتا الجديده الذي يستهدف استصلاح اكثر من مليوني فدان. واضاف متحدث الرئاسه ان الرئيس السيسي تابع تفاصيل سير العمل بمكونات البنيه الاساسيه للمشروع من طرق ومحاور وابار مياه ومحطات معالجه المياه. وشبكة تغذية الكهرباء، فضلا عن منظومة التصنيع الزراعي بالمشروع وما تضم من صوامع ومبردات ومعامل تحاليل ومحطات للفرز والتعبئة. وجه الرئيس السيسي بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ مشروعات مدن الجيل الرابع بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة والاسكان الخاص بالموظفين بها وفق اعلى معايير الجوده المخططه جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان لمتابعه الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات القوميه لوزاره الاسكان على مستوى الجمهوريه خاصه فيما يتعلق بمدن الجيل الرابع وتطوير محافظه القاهره عقدت بالقاهرة جلسة مشاورات ثنائية بين مصر والصومال برئاسة السفير حمدي لوزة نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية من الجانب المصري ونائب وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي محمد عبد حسن وتناولت المشاورات سبل دعم وتعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وآفاق التعاون المصري الصومالي في المرحلة المقبلة قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط إن الاهتمام العالمي بالعمل المناخي شهد دفعة قوية عقب جائحة كورونا حيث أصبح العالم يسعى للتغلب على تداعيات الجائحة واشارت الوزيره الى ان الحكومه قامت باتخاذ العديد من قرارات الاصلاح الاقتصادي والهيكلي لخلق بيئه مواتيه للقطاع الخاص وتعزيز مشاركته في تطوير البنيه التحتيه الخضراء واستدامه العمل المناخي جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الذي نظمته غرفه التجاره الامريكيه تحت عنوان نحو تعزيز العمل المشترك بين الاطراف ذات الصله لدعم اجنده العمل المناخي أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1803 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 345774 حالة وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 1651 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته مشيرة إلى وفاة 28 حالة جديدة. دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تطهير القضاء والإسراع في النظر في القضايا التي يطالب الشعب التونسي بالبت فيها. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي بقصر قرطاج كل من رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن ووزيرة العدل ليلى جفال ووزير الداخلية توفيق شرف الدين وتناول الاجتماع أوضاع القضاء وطول فترة التقاضي ودعا قيس سعيد إلى تطهير القضاء والاحتكام للقوانين والضمائر نهايه موجز التاسعه عوده لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل بنرحب بحضراتكم من جديد الحياه من اهم محاور استراتيجيه وزاره الداخليه والاهتمام بحقوق الانسان والحقيقه ان وزاره الداخليه هي يعني من اهم ومن اوائل الوزارات اللي بتتعامل مع نظريه وفكره واستراتيجيه حقوق الانسان على ارض الواقع وبتطبيق مباشر مع المواطنين، هذه الاستراتيجيه التي اعلن عنها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفتره الاخيره، شفنا ده من خلال اغلاق 15 سجن عمومي واستبدالهم بمراكز للاصلاح والتاهيل في بدر وفي وادي النطرون وتم فيهم مراعاة كل معايير حقوق الإنسان وبيتقدم فيها دعم نفسي اجتماعي أيضا تمكين اقتصادي للنزلاء عشان لما ينهوا فترة العقوبة يكونوا مواطنين صالحين للمجتمع عندهم حرفة أو مهنة يقدروا بيها أنهم يبدأوا حياتهم من جديد ويندمجوا في المجتمع خلينا نتكلم عن هذه الخطوة معنا طبعا في الاستوديو الأستاذ محمود بسوني رئيس التحية التنفيذي لموقع مبتدى وأيضا منورنا الأستاذ سامي عبد الراضي مدير تحرير الوطن منورنا في صباح الخير يا اهلا وسهلا اهلا أهل أهل بكم طيب استاذ محمود خليني ابدا معاك في البدايه بفكره انه بقى عندنا مراكز للاصلاح والتاهيل بدلا عن فكره وجود سجون عموميه هذه الخطوه لاي مدى هي مهمه ولاي مدى هي قادره انها بالفعل تنتج لنا مواطنين تنتج المجتمع مواطنين قادرين على احداث تغيير وان هم يكونوا ليهم دور فاعل وايجابي في المجتمع. بالتاكيد احنا قدام تجربه مصريه حقيقيه في ان احنا ازاي عندنا فلسفه عقبيه جديده تتماشى مع معايير حقوق الانسان. المعايير العالميه لحقوق الانسان هي معايير موضوع لكل دول العالم، كل دوله بتطبقها على حسب قوانينها الداخليه وعلى حسب ظروفها الاجتماعيه. في مصر كان في انتقادات كتير اتوجهت لسنوات طويله لمساله السجون. الدراما المصريه يمكن كمان يعني ادت صوره صعبه للسجون المصريه. لكن مع الوقت كان في تغيير وبدات يبقى يحصل في شكل من اشكال الفلسفه العقابيه الجديده اللي بدات تظهر في مصر تتماشى مع التوجه نحو الجمهوريه الجديده وفكره ان بقى الانسان هو محور الجمهوريه الجديده دي الانسان إن المصري يعيش في واقع مختلف وبيعيش في زمن مختلف الزمن ده بيفرض على اي جمهوريه واي دوله جديده عشان تعيش في يعني جوده حياه جيده انه يبقى الانسان سواء جوه يعني في حياته العادية أو محتجز الاتنين بيطلق يعني بيتلقوا نفس المعايير للحياة مصر تبنت فكرة الفرصة الثانية بمعنى أنه من حق السجين أنه لما يخرج يبقى عنده فرصة تانية في الحياة ما يبقاش موصوم وبيبقاش آه طول الوقت آه يعني عنده مشكلة في حياته بالضبط يبقى أنت كده يعني كان بيخش الأول يبقى آه آه في ظروف غير آدمية يخرج عنده نفس المشاكل بيعيش في مجتمع بيشوفه مجرم فبيكمل في الإجرام. فده بيعمل لك مشكلة اجتماعية. لكن أنت النهارده قدرتي تحولي المشهد ده لمشهد مختلف. الإنسان عنده فرصة تانية يقدر يتعلم حرفة زي ما بنشوف يعيش حياة آدمية جيدة حتى جودة الحياة وفكرة الحياة الكريمة بنشوفها زي ما هي موجودة برة موجودة كمان في أماكن الاحتجاز لأنه الجميع مصريين من هو في الخارج أو من هو محتجز. فمصر اتعاملت بتساوي بينهم كلهم مش بس بتطبق المعايير الدوليه اللي بتتكلم على انه يبقى في درجه من درجات الرعايه والعنايه وغيره في داخل اماكن الاحتجاز ولكن كمان اتعاملت على انه المصري في اي مكان من حقه انه يعيش حياه كريمه فبدات تطبق ده وبدات تنفذه في المشهد اللي شفناه سواء في مدينه بدر في مركز الاحصادي حتى فكره تغيير المصطلح يعني ما عادش اسمه سجن باسم مركز الاصلاح والتاهيل <تضحك> معنى الكلام ده انه هذا الشخص تم معاقبته هذا العقاب مؤقت بمده محدده لما هيخش المركز الاصلاح والتاهيل بيتم اصلاحه وتاهيله بشكل مختلف عن السبب اللي دخل بيه فيخرج مواطن تاني مختلف يقدر يشارك مره اخرى في بناء وطنه و هنا اللي بيتفرج ممكن يقول يعني سجن. زي اي سجن الراجل قاعد خلف القضبان وقاعد في زنزانته محجوز سواء كان في السجن او في مركز اصلاح او مركز تاهيل ايه المختلف ما هو الراجل عمل جنايه واتسجن وهيبقى محبوس وما فيش حريه ومش موجود بره لمده السنين اللي حكم عليه بيها القاضي يعني هيحصل له ايه في مركز الاصلاح والتاهيل المختلف عن ما كان بيحصل له في السجن في الاحتجاز في مشهدين، المشهد السجون التقليديه القديمه اللي كان بيبقى فيها ربما بعض مشاهد الحياه غير الادميه م. ودي كانت بتبقى مؤثره وكانت يعني سبب من اسباب الانتقادات اللي كانت بتوجه لمصر في تقارير دوليه كثيره. م. النهارده مركز الضحو والتأهيل انت بتتكلم هنا على مشهد مختلف تماما بتتكلم على شخص عنده فرصه انه يشتغل وبيشتغل عشان يمكن نفسه اقتصاديا ويساعد عيلته اللي بره داخل فأنت هنا داخل مركز الاصلاح بالظبط كده فانت هنا بتساعده وبتساعد اسرته اللي موجوده بره اللي هي برضه هتبقى محتاجاه وهيبقى عندها مشكله اقتصاديه بسبب وجوده في الاحتجاز في فانت هنا بتعالج الامر داخل الاحتجاز مكان الاحتجاز داخل مركز الاصلاح والتاهيل وايضا خارجه في منزل هذا المواطن فبالتالي انت هنا بتخلي المجتمع بيمشي في اطاره الصحيح انه ما مشكله اجتماعيه بسبب انه موجود في مكان احتجاز بينفذ عقوبه وفي نفس الوقت بتدي فرصه لاسرته وهو لنفسه انه اذا كان دخل في سرقه او دخل في اي جريمه ممكن تكون بسيطه يقدر انه يحصل على مهنه تانية يتعلم حرفه تانية يمارس مهنه تانية يخرج خارج السجن يبقى عنده فرصه وبيبقى عنده يعني سابقه خبره انه بقى عنده خبره في العمل ده فيقدر انه يمارسه تاني بره وتبقى يعني السبب اللي دخل بيه ما يخش بيه تاني <applause> انت مش عايز يخش بتعدد جرائم، انت عايزه يتاهل مره واحده و ما في اعاده افراز بالظبط كده، ما يبقاش في جرائم ويبقى عندك طول الوقت مشاكل اجتماعيه بسبب هذه الجرائم وتعددها وانتشارها، يعني مع انه هذا الشخص بيبقى عنده اسره في هذه الاسره بتبقى موجوده في مجتمع بشكل معين، هذا المجتمع يؤثر على اطفاله ويبقى الاب مجرم والابناء ايضا فانت هنا بتقفل المساله دي وبتاخد المجتمع المصري في منطقه تانية خالص اللي هي فيها الاهتمام بفكره الانسان نفسه وان انت الانسان طالما يعني نفذ العقوبه بتاعته خلاص الموضوع انتهى كررها تاني لا هنا بقى المساله بتبقى مختلفه في تعامل أوه. مختلف معاه في المجتمع وحتى في اماكن الاحتكاز طيب استاذ سامي يعني من دوله تواجه الارهاب لدولة بلا قانون طوارئ لدولة بتحاول تغيير نمط أو كلمة سجون عمومية واستبدالها بمراكز نعم. لإصلاح وتأهيل ودعم نفسي وتمكين اقتصادي وكل المزايا يمكن تحدثنا عليها مع أستاذ محمود. رحلة طويلة قوي تطلبت تضحيات كثيرة جدا. صحيح. خلينا نتكلم مع حضرتك عن هذه الرحلة. أه طيب أنا هعمل تعقيب صغير على اللي قاله زميلي وأخويا محمود بسيوني يمكن هنا كانت الانطلاق في فكرة إنشاء 15 مركز إصلاح وتدريب من كلمة سيادة الرئيس لما قال ما ينفعش السجين يتعاقب مرتين مرتين عقابه الأول اللي بيحكم به القاضي ويعاقب أيضا داخل السجن بأن احنا سيطرة تامة على حريته يبقى موجود طوال الوقت عنده وقت طويل جدا يدوب يتريض مرة واتنين في اليوم وشكرا ولكن هو بي... إيه اللي بيحصل في السجون بيحصل تصنيف حضرتك بيجي المتهم ده سواق ده طباخ ده نجار ده سباك تمام بيتقسموا وبيشتغلوا في ورش للنجاره وفي مطابخ كبيره في السجون وفي شغل غزل ونسيج في السجون انا السجين بدل ما يكون عبء على اهله ان هم بيشيلوا هم الزياره الشهريه او الاسبوعيه بيبقى البند مختلف ويبقى هو بيصرف مم. على اهله وهو جوه حتى الناس اللي ما عندهمش حرفه او عندهم مهنه زي الناس دي بيتعلموا بيتعلموا بيتعلم. فاحنا قدام مرحله جديده للسجناء او النزلاء او الضيوف زي ما هو المسمى الطبيعي بتاعهم ما فيش ما فيش حاله النديه وحاله العقاب وحاله الحبس الانفرادي اللي كانت موجوده في فترات سابقه احنا بنعيد تاهيل الانسان زي ما قال محمود وبنبنيه من جديد انه هو يكون فرد صالح ونقومه من جديد نرجع لفكره الارهاب وقانون الطوارئ مصر من اكثر الدول اللي عانت في ملف الارهاب ويمكن علي مدار سبع او ثمان سنين فاتوا احنا ذوقنا ويلات الارهاب في كل مكان كان اكثرها في سينا 90% من الجرائم الارهابيه كانت في سيناء حتى ظهور العمليه الشامله وشفنا قد ايه رجال الشرطه والجيش كانوا ايد واحده في السنوات اللي فاتت وبدمهم احنا بنينا الجمهوريه الجديده، بنينا مصر الجديده بدمهم وتضحياتهم وشجاعتهم وبطولاتهم هم والجنود وامناء الشرطه وكل افراد المنظومه الامنيه مع اشقائهم في الجيش المصري قدروا يسيطروا على الارهاب ويدحروه تماما لو احنا رجعنا الخريطه هنلاقي الكيرف كان عالي جدا في 2014 عالي في 15 عالي في 16 وصل ذروته في 2017 ولكن هذا المعدل نزل خالص والحمد لله انت لو قارنا ما بين العمليات كانت بندخل مثلا في 300 أو 400 عملية إرهابية طوال السنة في 15 و 16 و 17 المعدل ده قل كتير في 18 قل أكتر وأكتر في 2019 بشكل نهائي في 2021 يعني يمكن في 2021 ما سمعناش عن اي عمليه ارهابيه في القاهره والجيزه واسكندريه شفنا دم كتير سال من اخواتنا في الشرطه والجيش شفنا ضابطات يمكن اول ضابطه شهيده سقطت في الشرطه المصريه كانت هي حارسه على كنيسه الاسكندريه حين تم استهداف كنيسه طنطا وكنيسه الاسكندريه ويومها لولا انه هذا الارهابي منع من الدخول ووجود بوابه الكترونيه لو تتذكر الفيديو حسام وشمانه طبعاً. الفيديو طبعاً. اللي كان موجود لصفه طبعا جدا جدا والاثنين حصل طبعاً. في نفس الوقت حادثه بالتوازي بالت... ويعني بالتوازي ولكن يمكن احنا عندنا هنا في الكشف عن عن الجريمه بشكل عام وصلنا لمرحلة عالية جدا في الكشف وده عذرا لسؤال مهم جدا جزء من مواجهة الجريمة هو القضاء عليها قبل حدوثها طبعا وده اظن ان احنا تفردنا فيه في الفترة الاخيرة صحيح صحيح فكرة الجريمة او التعامل معها هو الاستباق الاستباق مين مين اسرع في وقف او منع الجريمة الجريمة الارهابية يعني لو حضرتك تتذكر الشهيد رامي هلال آه ولما وال... استشهد في منطقة الحسين كان بيلاحق إرهابي هم عملوا له تتبع على مدار ساعات لحد ما وصلوا لمكانه ولكن في لحظة غدر آه فجر العبوة اللي كان حاططها على ظهره وده برضو الكاميرات رصدت لنا شنطة آه رصد رصدت لنا ده الواقعة آه دي أدها مرة واثنين وثلاثة وعشرة يعني العمليات الإرهابية اللي بنشوفها اتكشف قدها كتير جدا 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 واتمنع كتير جدا جدا وبسببها وقف سيل الدماء سواء دماء الشرطه او الجيش او المواطنين العاديين يعني فكره ايضا لو حضرتك تتذكر اول امبارح كان في تكريم لاسره الشهيد محمد الحوفي هذا الضابط ضابط الامن الوطني الراقي المحترم اللي دفع حياته ثمنا لمواجهه مع بؤرة إرهابية وقدرنا نخلص يعني أو قدرت الأجهزة الأمنية تسيطر وتخلص عليها كانت في عمارة في الاميريه وكانت منقولة لايف على الهواء في قناة سي بي سي في في هذا التوقيت الشهيد الحوفي عليه رحمة الله هو اللي قاد المهمة ودفع حياته تمن ولكن التمن ده هو وزمايله ده اللي احنا بنينا بيه مصر، ده اللي بقينا فيه في حاله استقرار، بقت السياحه رجعت، بقت مصر دلوقتي مرشحه انها تمسك رئيس المنتدى الدولي للارهاب هي و... والاتحاد الاوروبي في مارس اللي جاي، وليه لا؟ علشان نحكي تجربه مصر في المواجهه، محدش ساعدنا ومحدش مد ايده الينا، كانت سينا اتحولت في فتره من الفترات لمنتخب عالمي للارهاب، لو حضرتك تتذكر مسلسل الاختيار اللي وثق اللي حصل في سينا وحصل في مصر باحترافيه شديده ولسه لازال التوثيق مستمر فاكر نعم حلقه جزء جديد طبعا في رمضان السنه دي ان شاء الله طبعا حلقه القناص لما القناص قال لك ده جايب لنا محترف اجنبي فاحنا كنا بنتعامل مع جيوش من الارهابيين موجوده في سينا مدعومه من كثير من الدول قدرنا باراده وبعزيمه وبتضحيات ان احنا ننهي كل هذه العمليات الارهابيه ونقضي على الارهاب في شمال سيناء القضاء على الارهاب في شمال سيناء ما كانش هو الهدف بس ولكن تعمير سيناء كان صحيح. هو الهدف الاكبر والاشمل والاعم ازاي حولنا هذا المجتمع يا فندم برضه السلاح للقضاء على الارهاب طبعا فكره التعمير هو السلاح في حد ذاته طبعا التعامل مع الناس فكره انشاء بيوت هناك في سيناء انشاء مجتمعات زراعيه انشاء مدارس انشاء مستشفيات تحويل حياه اخواتنا في سيناء في مدن سيناء جميعا رفح والشيخ زويد وبير العبد ونخل وحتى مدن الوسط ازاي احنا نحتوي دول ونرجعهم تاني لحضن مصر ناس وطنيه جدا ناس بتحب مصر جدا ناس مخلصه جدا وقفت ضد الارهاب وكتير منهم دفع حياته ثمن لمواجهه الارهاب تمن لمساعدة أشقائه في الجيش تمن لنقل معلومة زي ما هم واجهوا المحتل من 67 ل 73 واجهوا الإرهاب وكانوا يدا بيد مع الجيش والشرطة في القضاء على متأكيد. الإرهاب أستاذ محمود كتير سيادة الرئيس كان بيتكلم على تكفيف منابع الإرهاب وده برضو اللي وصلنا العمل وكيفية تنفيذ هذا الامر ووصلنا بيه للمرحله اللي احنا فيها النهارده. تكفيف منابع الارهاب محتاجه معلومه. بتتضافر فيها بقى اجهزه في الدوله كثيره، مخابرات عامه، مخابرات عسكريه، امن الدوله والمباحث. ازاي يبقى في منظومه تكامليه ما بين الاجهزه دي لجمع معلومات حقيقيه من خارج مصر ومن داخل مصر للقضاء على الجريمه الارهابيه قبل حدوثها والتعامل حتى مع الجريمة فور حدوثها صحيح يمكن أستاذ سامي وهو بيتكلم في الجزء الخاص بالتعاون اللي حصل ما بين يعني أجهزة الشرطة والقوات المسلحة في القضاء على الإرهاب بنتكلم على تناغم كبير جدا بيحصل وبنشوفه وده تفرد التجربة المصرية إن هذا التناغم الكبير بين كل أجهزتها في التعامل مع الخطر الإرهابي بالتاكيد الخطر الارهابي النهارده بقى مختلف، يعني المساله ما عادتش زي زمان السلاح والمتفجر، لا النهارده خطر الارهابي موجود على الانترنت، موجود على وسائل التواصل الاجتماعي، موجود في الافكار، موجود في قنوات معاديه، موجود في حسابات الكترونيه بتزور وبتزيف كلام وبتحاول انها تشوه الحقائق، كل ده بشوفه جزء من الخطر اللي بتواجهه مصر، والجزء من الخطر اللي بتواجهه هذه الاجهزه بالاضافه للاعلام المصري. والحقيقه الاعلام المصري يستحق التحيه الحقيقه لانه في خلال هذه السنوات اكثر من عشر سنوات بيتصدى رغم كل الضربات وكل الملاحقات وكل الاتهامات والتشويه وغيره كان الاعلام المصري واقف ثابت صامد دافع داعم للدوله مع اجهزتها عشان يوقف الخطر ده ان انت بتواجه الشائعه ان انت بتواجه الادعاءات والافتراءات بتبقى انك دايما دايما الاطلاع خطوه بخطوه وخبر بخبر دايما حتى لو في اي شائعه مهما كانت صغيره او كبيره واقعيه ومنطقيه او لا دايما بنشوف انه في رد من الجهه صح. المسؤوله بتاكد او بتنفي او بتوضح كمان بالتاكيد وده تطور مهم ما كانش موجود الاول يعني الاول كان بيبقى فيه دايما فجوه ما بين الحدث اللي صحيح. هم بيقولوا عليه وبين الرد بتاع المسؤول او الدوله بترد على هذا لا النهارده مساله سريعه جدا مجلس الوزراء مركز معلومات مجلس الوزراء عامل دور رائع في الحقيقه انه بيقدم المعلومات وبيلاحق الشائعات بشكل كبير جدا وعلى مدار الساعه الاعلام بيعكس ده بسرعه وبيحاول أنه هو طول الوقت يدي الوعي للناس انت النهارده لما قضيت على حامل السلاح وبقى عندك قوه وقدرات كبيره جدا اقليميه كمان واضحه جدا وانت بتتحرك بشكل كبير في مش جوه مصر لا انت بتحمي بتحمي مصر من خارج مصر في حدودك كلها. وبتحاول ان انت كمان تكفيف مناعة الارهاب انا بشوف اهم حاجه فيه حاجتين ان انت بقى عندك استراتيجيه وطنيه حقوق الانسان وعندك مشروع كبير ربما هو الاكبر في العالم لتغيير مناطق المهمشه في في مصر وتغيير واقع الريف وحياه كريمه. الاثنين دول انا بتصور ان هم دول اللي بيسدوا الثغرات اللي كان بيحاول ينفذ منها الفكر الارهابي طول السنوات الماضيه. انه بيحاول انه يلعب على التهميش انه يحاول يلعب على الفقر بيحاول يلعب على نقص الوزع الديني بيحاول ان هو يجسد ان هو الدين وانه هذا المجتمع منحل وكافر وكذا الادبيات اللي ظهرت وبالمناسبه ظهرت وقتها من داخل السجون في السبعينات والستينات مزبوط. التكفير والهجره كل ده دخل خرج من هناك وخرج من رحم الفكره اللي كانت للاسف السبعينات في السبعينات كمان ده. كان بيحصل تجنيد للارهابيين داخل السجون داخل السجون فانت النهارده بتقفلها بتقفل كل هذه الثغرات بالمشروعات وبهذا التناغم بين كل مؤسسات الدوله مؤسسة الدوله النهارده بتعمل بفكر رجل واحد بفكر يعني عقل واحد بيحمي الدوله المصريه من كل الزوايا وبيحاول انه طول الوقت يشوف اي مشكله موجوده في اي مكان يحلها انت النهارده حتى القضايا الاجتماعيه الصغيره اللي بتصور على وسائل التواصل الاجتماعي بتلاقي مكتب النائب العام بيتحرك وبيحاول ان هو يرد عليها وبيتحرك تتحرك النيابه العامه حتى على الفيديوهات اللي بيحاولوا البعض انه يروجها ويحاولوا ان هو يثير بيها الـ 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 الافكار الغير سويه عن المجتمع المصري انت النهارده بتشوف مؤسسه حياه كريمه ولما بيحصل مثلا حادث اجتماعي فبيبتدي يتحرك المبادرات الرئاسيه اللي كلها مبنيه على فكره انه الـ الـ الاداء الصحي المصري يتحسن انه المواطن المصري ياخد احسن معاملة صحية وفي نفس الوقت أن أنت تقدم مساعدات اجتماعية حقيقية للناس ومن هنا نيجي لفكرة المجتمع المدني وانت ازاي النهارده المجتمع المدني في مصر بيتحرك عشان يدعم اطار العمل اللي في فيه الدوله وده هنا بنتكلم على شراكه ما بين الدوله المصريه وبين المجتمع المدني وربما تكلل ذلك باعلان السيد الرئيس عن في منتدى شباب العالم عن 2022 عمل المجتمع المدني هنا انت بتعزز هذه ايه الشراكه وبترد على البعض اللي بيحاول ان هو يروج انه في تعامل مختلف مع المجتمع المدني انه في اغلاق في استاذ محمود اعذرني يعني ممكن ]نا. حد من يعني يعني ممكن بعض المشاهدين وهم بيسمعوا حضرتك بتتكلم عن الشراكه بين المجتمع المدني ووزاره الداخليه ما يبقاش فاهم ايه اللي ممكن يكون وجه العلاقه او وجه المشاركه اللي ممكن تكون موجوده في الفلسفات الجديده في في الاجهزه الامنيه وده بيحصل في العالم كله ان الاجهزه الامنيه بقى ليها ادوار اجتماعيه وبقت جزء من فكره حمايه العداله الاجتماعيه في اي مجتمع خاصه مع مجتمعات بتعاني من ظروف صعبه زي مجتمعات مجتمعاتنا في مصر وفي المنطقه كلها لانه انا بشوف ان التجربه المصريه صالحه للتطبيق في هذه المنطقه كل يعني في في, في الشرق الاوسط كله في الحقيقه كل البلاد اللي مرت بالظروف اللي احنا مرينا بيها تستطيع انها تستلم التجربه المصريه وتطبق عندها عشان تغير من مجتمعها ففي النهارده ادوار اجتماعيه بتقوم بيها الاجهزه الامنيه في ظروف زي ظروفنا فبنشوف النهارده وزاره الداخليه عندها مبادرات اجتماعيه وبتبتدي تعمل زراع اجتماعي بيسند اجهزه الدوله وبيسند لانه لو احنا اعتمدنا على الموازنه العامه للدوله وعلى اداء الدوله التقليدي مش هتقدر توصل ل 100 مليون وده كان دور المجتمع المدني طب المجتمع المدني الفتره اللي فاتت كان عنده بعض المشاكل في القانون بعض المشاكل في التطبيق بعض المشاكل في انه قله المتطوعين وده ربما من الاستراتيجيات المهمه جدا فكره ان يبقى في عندك استراتيجيه للتطوع والعمل في المجتمع المدني في اوقات محدده وفي ظروف محدده وده اللي بنشوفه حتى في حياه كريمه ان اللي بيطبق ده متطوعين موجودين مع منظمات اهليه وجمعيات اهليه لما ظهرت الشراكه دي مع الدعم اللي بيقدمه زراع العداله الاجتماعيه ومحاوله مواجهه الاسعار وارتفاع الاسعار وده جزء سبب في التضخم وجائحه كورونا وغيره فانت النهارده كل أجساد الدوله بتعمل عشان تخدم هذا المواطن بتخدمه بقى من خلال الاطر والمبادرات اللي بتطلع وبتحاول انها تساعد المواطن في اي مكان وباي ظروف وده اللي احنا بنشوفه النهارده مطبق على الارض انه غالبيه المبادرات الاجتماعيه المجتمع المدني فيها شريك بنلاقي فيها وزاره الداخليه مفيش اي مشكله ان بيشتغلوا مع بعض بنلاقي فيها مؤسسات اهليه بنلاقي فيها شباب متطوع بنلاقي فيها مبادره زي كريمه فده كله بيدينا مؤشر انه انت ده مجتمع مختلف الكل فيه بيعمل مع بعضه مش بس على مستوى ان انت بتكافح الارهاب لا كمان بتواجه الفقر بتواجه البطاله بتواجه نقص فرص العمل بتواجه حتى ازاي تنشر ثقافه المشروعات الصغيره والمتوسطه لان دي ممكن تكون ذرائع للجريمه للجر... بالظبط فانت بتقفل فكره الجريمه بان انت عندك حقوق انسان عندك تمكين للشباب عندك تمكين للمجتمع المدني وعندك تسهيل لحركه كل يعني كل مكونات المجتمع اللي احنا بنشوفه ده بما فيها طبعا الظهير السياسي والبرلمان والاحزاب السياسيه اللي بدات برضو تنزل هذا المعترك وتحاول ان هي تدعم المواطن المصري هنا الهدف كله المواطن المصري والتجربه دي كلها انا بشوفها مرسومه على المواطن المصري اللي خرج في يعني سنوات سابقه بيطالب بالعداله الاجتماعيه اصبحت مطبقه بيطالب بالحياه الكريمه اصبحت النهارده مطبقه وده ياخدنا لنقطه مهمه عايز اروح بيها للاستاذ سامي استاذ سامي انا حقي كمواطن ان انا احس بالامن والامان مش بس تجاه الجرائم الجنائيه اللي فيها تعدي نقدر نقول بشكل جسدي لا احنا بنتكلم على جرائم كمان ممكن تتعدى عليا نفسيا ومنها تتطور الامر الى جرائم يكون فيها تعدي جسدي بالاعتداءات بالاسلحه يعني اذا صحه التسميه شفنا في تحركات من مكتب النائب العام في كثير من القضايا المثاره على مواقع التواصل الاجتماعي وملاحقه من قوات الشرطة لهذه الجرائم زي جرائم الابتزاز الإلكتروني جرائم تشويه السمعة التطول اللفظي وكمان البرلمان ابتدى بيحاول هو يعني يحطوا قوانين تواكب العصر يعني القضايا اللي شفناها الفيديوهات اللي بتتركب للبنات الابتزاز اللي, اللي بيحصل الشتايم والتطول على رموز مجتمعية ممثلين ممثلات ده جانب مهم جدا جدا يحسس البني ادم هو البلد دي بتجيب لي حقي ولا لا ودي زاويه كبيره جدا وعايزين يعني ايه نفرد فيها في الحديث بس هستاذنك واستاذن الساده المشاهدين هنطلع لفاصل واديك بعد الفاصل بقى كل وقتك عشان دي نقطه مهمه جدا فنخرج للفاصل ونرجع مع حضراتكم نكمل حديثنا في صباح الخير يا مصر اهلا بحضراتكم مره تانية ولسه مكملين معاكم فقرات صباح الخير يا مصر قبل الفاصل كنت بتكلم مع الاستاذ سامي عبد الراضي مدير تحرير الوطن عن فكره حقي انا كأن ان انا احس ان انا امن طبعا ومش بس ضد الجرائم الجنائيه زي ما وصفناها انها تعدي على الجسد لكن تعدي نفسي من ابتزاز الى تطاول الى شتيمه الى سب علني الى الى وشفنا قضايا كتير زي ما اتكلمنا قبل الفاصل فمحتاج تعقيب حضرتك على هذا تمام عمر. يمكن الجريمه الجنائيه العاديه موجوده من ايام قبيل وهابيل ممتده ومش هتخلص يعني احنا مكملين فيها ولكن في ظل التطور اللي حصل في اخر 15 20 سنه الجريمه تطورت مع التطور التكنولوجي ومع الموبايل اللي بقى ممسوك في الايد الجريمه تطورت فكره الشعور بالامان بقى متحقق جدا 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 في السنوات الاخيره الامان المرتبط بالامان الشخصي مش الامان المرتبط بمشاجرات وقتل واطلاق رصاص يمكن وحده الرصد الموجوده في المكتب الفني للنائب العام طول الوقت يمكن على مدار ال 24 ساعه عينيهم على ما تحمله السوشيال ميديا من اخبار وفيديوهات وصور والمواقع وما تنقله المواقع الاخباريه من هذه المقتطفات او هذه الاخبار. نفس الامر في وحده موازيه او في شغل موازي لدى وزاره الداخليه. هذا التناغم اللي موجود كل شغال في شغله كل واحد من الوحدتين دول بيرصد بيتم التواصل على اعلى مستوى للقضاء على الجرائم دي والتعامل مع هذه القضايا كان اخرها بسنت ضحيه كفر الزيات هذه الفتاه اللي عمرها 16 سنه ودفعت حياتها ثمنا للقهر والابتزاز اللي مورس ضدها من بعض الشباب في انا واحد قريبها أنا, لها لها انا اولى من الغريب ابن عمها مش يعني مش ده ابن عمها الشقيق يعني ابن عمها الدرجه الاولى وده كان صدمه للاسره وصدمه لوالدتها اللي قالت انا ما توقعتش ان ابن عمها يكتب لها ده ويعمل كده ويقول لها أنا أولى من الغريب المدرس بتاعها اللي قال لها أنت بقيت ترند أعلى من شيماء ولكن بفكرة التعقب فكرة الملاحقة فكرة فحص التليفونات تم ضبط حوالي 20 متهم نيابة حالة 11 كلهم كبار اللي هم فوق 18 سنة وأعدت قرار إحالة ملحق بالقرار الأولاني لبعض القصر اللي هم دون سن 18 وأحالتهم أيضا للمحاكمة الناس اللي تداولت الصور الناس اللي ابتزت الناس اللي هددت بسنت يمكن فكرة النشر هنا مهمة جدا فكرة تشجيع الفتيات على الحديث مع الأب والأم والأسرة مهم جدا والمراقب ال... كمان يا فندم وضني طبعا لقطع حديثك لكن صدق. في حادثه ثانيه من ايام قليله جدا جدا في الهرم حادثه تشبه ممثلة. قضيه بسنت ولكن, ولكن التصرف مختلف التصرف كان مختلف آه. الاب تصرف طبعاً. والاب بلغ ده لو هنقول ان التصرف ده احنا شفناه دلوقتي هو ده ترجمه لثقه المواطن دلوقتي في انه عنده فعلا جهة هتقدر تاخد له حقه وتقدر تتعقب المجرمين فتقدر تاخد حقه وتثبت براءه بنته صحيح اللي اللي تابع بيان النائب العام كان فيه خمس رسائل رساله للاسر على فكره الانصات لابنائهم رساله للقائمين على في المؤسسات المعنيه ان هم يسنوا قوانين جديده للمواجهه رساله للشباب والنشأ ان هم يشتغلوا ويركزوا في شغلهم يمكن لحضرتك تفضلتي بيه واقع حصلت في الهرم من فترة قريبة <applause> نفس السيناريو بتاع بسنت ولكن هنا فكرة الإنصات لما لا. الابنة تحدثت مع والدها كان القرار السليم والقرار الرادع إن هو يبلغ أجهزة الأمن وأجهزة الأمن وصلت وعوقب هذا الشخص بإحالته لمحاكمة عاجلة لما يعلن للإعلام وفي التلفزيون ان يوميا الناس دي بتعاقب وبتتحول لمحاكمه وتتحبس هيكون في ردع طبعًا. يعني جرائم زي دي ما ينفعش اه احنا من حق الاسر اللي هي مضاره ان احنا نعمل ستراب على الوش نخفي وجه الفتاه, ونخفي اسم الفتاة نخفي اسم الفتاه نخفي العنوان نخفي اسم الاب والام ووظيفته ووظيفتهم وصوره الضحيه تخفى تماما ونتعامل مع المتهم هذا المتهم يتم فتحه وتجريسه علشان يكون عبرة لغيره فكرة الثقافة هنا واستخدام الخاطئ للهاتف المحمول لازم تجرم بنشوف كثير من جرائم الابتزاز شغالة يعني مش مقتصرة على الولاد بس لسه أيضا مباحث الجيزة مسكت بنت عندها 16 سنة الكلام ده من أربعة أيام ابتز الطبيب كانوا اصحابه وهي خدت فيديو او صور وابتزله طلبت فلوس بلغ واخد بال حضرتك بلغ واتقبض عليه اذا فكره الامان هنا موجوده ولكن الامان ما تاخدوش بدراعك الامان ما تاخدوش من نفسك مش مبادره منك تروح تاخد حقك لا في نيابه عامه مهما حصل لا تنحاز لاحد تنحاز فقط للعداله والحقيقه في شرطه عندها ضمير ومباحث عندهم ضمير ما بيناموش الا لما تكشف خيوط الجريمه كامله الجريمه بكل انواعها جرائم القتل هم ضابط الشرطه لما اشتغل في جريمه قتل بيحس ان في دم في رقبته وفي ايديه لازم يخلص منه ولازم يرجع حقه حتى نرفع سماعة يقول لك فندم ده دم ما اقدرش اتاخر حتى لو فضلت ثلاثة ايام مطبق ما نمتش هفضل كده عندهم جرائم الخطف ليها الاولويه لان الخطف بيبقى فيه امل ان الضحيه على قيد الحياه فهم بيبذلوا جهد مضاعف علشان خاطر يمنعوا جريمه اخرى مرتبطه بالخطف زي طبعاً جريمه وليها حد زمني على ما اظن وحضرتك صلح لي برضو ان في خلال اول ثلاث ايام بتكون نسبه رجوع الضحيه المختطفه على قيد الحياه بتكون اقرب لفوق ال 75% بعد الثلاث ايام بتقل النسبه فلازم التحرك السريع. طبعا يعني المتابع لشغل الامن العام على مدار السنه اللي فاتت جرائم الخطف تحديدا بيشتغل فيها من من ستة إلى سبع مديريات أمن بمعنى إيه؟ بمعنى الـ الـ هذا الخاطف بيبقى شاطر جدا ومحترف جدا بيفضل يلعبهم ويخلي حد يكلمهم مثلا من البحيرة يقول لهم الولد عندي هنا فتروح مأمورية على البحيرة يجي لهم تليفون تاني بعد نص ساعة في اسكندرية فيروحوا اسكندرية وهكذا ففي تضافر هذا التناغم اللي حاصل بين مديريات الأمن نجح إلى بنسبة كبيرة جدا نسبة 99% إنه يصل للخاطفين ويخلص وشفنا فيديوهات الداخلية عرضت فيديوهات لتحرير أطفال السنة دي طفل أو اثنين موثق بالفيديو وإزاي فيه احترافية في التعامل مع المجرمين دون أن دون قطرة دم واحدة من الضحية أو من رجال الشرطة إذا نحن نعيش في أمان فكرة الكاميرات يعني من حوالي أسبوعين ثلاثة مديرية أمن القاهرة افتتح المقر الجديد بتاعها في شرق القاهره تحديدا في الرحاب جميع شوارع القاهره مغطاه بكاميرات المراقبه كاميرات المراقبه اللي بقت موجوده في كل شارع وفي كل بيت وفي كل محل غير كاميرات المرور عشان بس لا 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 غير كاميرات واحد. المرور تماما كاميرات المرور دي لتنظيم دي في الاداره العامه للمرور لتنظيم ورصد الشوارع اللي فيها كثافات ولكن الكاميرات الاخرى اللي بتجيب مسافات طويله بتبقى موجوده على المنشات بتبقى موجوده في الشوارع الرئيسيه مهمه جدا وفكره وجود الكاميرات عين جديده للامن في مصر اي حد من الساده المشاهدين ما يبخلش انه يحط كاميرا صغيره قدام بيته او في الشارع اللي هو فيه لانه بيحمي نفسه في الاساس بيساعد الشرطه في الاساس وكم كبير من الجرائم جه من خلال الكاميرات والتتبع شفنا السيده سيده حلوان اللي السيدة الرئيس كرمها وبعت لها هديه في معهد ناصر بعد ان نقلت ازاي الست اللي عندها 60 سنه واجهت لص وهو ساحل بنتين ووقفت قدام الموتوسيكل هذه الروايه لو رويت لينا بالحكي مش هتوصل بنفس الاحساس لما انت تشوف الفيديو هذه مزروف. السيده فاتحه درعتها الاثنين وكانت ممكن تموت قالت انا حسيت ان ولادي واحفادي هم دول فما كانش ينفع اسمع صرختهم وما ما تدخلش واغسهم استاذ محمود يعني اخيرا الحقيقه انه العامل المؤثر والابرز في العالم كله دلوقتي هي جائحه كورونا والفتره اللي فاتت كان في حملات الكترونيه ممنهجه وشديده وعنيفه ماذا عن نزلاء في السجون وقايه النزلاء في السجون وعلاج النزلاء في السجون في السجون سؤال حضرتك يا فندم ملف الطبي بشقيه ان كان العلاجي او الوقائي بالنسبه للنزلاء في السجون لا بالتاكيد مصر قدرت انها تخرج من جائحه كورونا باقل الخسائر في مساله السجون وربما البعض كان بيحاول يستخدم المساله دي عشان يشوه التجربه في مصر ويحاول ان هو يعني يلاقي ثغره كده يعني ينفذ بينها لنقد الوضع في السجون ومساعده المحتجزين خاصه اللي منتمين للجماعه الارهابيه. آه لكن انا اقدر اقول انه السجون في مصر والطب اللي موجود في السجن على اعلى مستوى وربما في كثيرا من الحالات اللي لي يعني مرتبطه باشخاص خطيرين تم يعني التعامل مع المشاكل الطبيه بتاعتهم ونقلهم حتى اذا لم ياتي العلاج في داخل السجن بيتم نقله الى المستشفى المختصة ومنهم يعني قيادات كبيره في هذه الجماعه الارهابيه كان بيتم العنايه الصحيه بيهم بشكل لائق لانه في النهايه هو نزيل ويتلقى العلاج زيه زي وزي اي حد دي حقوق ويكفلها القانون والاتفاقات الدوليه التي وقعت عليها مصر فمصر ملتزمه جدا بالمساله دي وخلال هذه الجائحه كان في معامله طبيه جيده وفي يعني عمليه يعني تتبع لهذه المسألة وحماية كاملة تمت للمساجين في ذلك التوقيت لكن أنا أخيرا بس عايز أكمل على كلام سامي في نقطة محددة أنه هذه الجرام الجديدة اللي موجودة على المجتمع وبتحاول أنها تسيره محتاجة قانون لحماية الحرية الخاصة للمواطن إذا كنا بنعتبر أنه الحسابات الشخصية النهاردة اللي موجودة على السوشيال ميديا الحسابات دي بتعبر عن الناس بيحط عليها فيديو خاص بيه فبيلاقي بعد كده الفيديو ده انتشر في في, في مصر كلها هنا انتهاك للخصوصيه. طبعا. وده مساله محتاجه قانون يعني ممكن يكمل على قانون الجرائم الالكترونيه لان هنا بتتعامل مع الشخص ذاته وحقوقه كانسان. مظبوط. والحق في في الحريه الخاصه دي مرتبطه بالمواطن العادي اللي هو اللي احنا بنتكلم عليهم شويه دول دول مش شخصيات عامه مش فنانين وحتى الفنان ليه حياته الشخصية مينفعش ما ينفعش ان احنا نتدخل فيها وما ينفعش انه حد وخليني اضيف حاجة بمناسبة اللي حصل اليومين دول ما ينفعش الفنان لو عمل حاجة مش عجباني في فيلم سينما ان انا اشتمه واتطاول عليه باللفظ او بالصفة او بالتطاول على زوجه او زوجته بالظبط هو يعني وهنا يعني يحق لأي ممثل أو أو شخص يعمل في العمل العام أن يتقدم بشكوى لمكتب النائب العام وهيتم التحرك وملاحقة من سب ودي في إيدين الشخص نفسه الممثل أو الممثلة وكل لبيب بالإشارة يفهمه يعني هو يعني هو, يعني. هو خلينا نفرق ما بين حاجتين ما بين النقد الفني وإحنا من حقنا أن ننقد لأن حرية رأي والتعبير من حق الممثل انه يمثل لكن من حق الناس ان هي مش الناس يعني بنتكلم هنا على النقاد الفنيين ان هو ينقد العمل الفني فهنا عشان بس نفرق ما بين النقد والسب والقصف بالظبط والسب والقصف هنا لازم يبقى فيه عقاب بقانون لانه مش هينفع تتساب المسائل بهذه الطريقه انه اي حد يخش يشتم اي حد على وسائل التواصل الاجتماعي وتبقى مسألة فيها تجريح وفيها الجانب التشريعي والقانون يمهد الطريق للوعي والثقافة وتثبيت الثقافة بالزبط وفكرة كمان في نقطة تانية مهمة مش بقى نستنى لما فيديو ينزل على السوشيال ميديا والناس تعمل شير أو لا فكرة إن شخص يجرؤ إنه يرفع كاميرا تليفونه ويصور وضع أي ما كان متفق مش متفق مختلف أو لا دي في حد ذاتها جريمة صحيح فكره انه اقدر افتح تليفوني وانتهك حد. اصلا ما هي دي آه حريه اي شخص لا مش فكره حتى نقل الفيديوز او نقل الصور ان انا افتح امسك تليفوني واصور ما هي دي فكره حمايه الحياه الخاصه بالقانون دي مهمه جدا يا محمود انا آه رحت جنازه الاستاذ وائل الله يرحمه الله يرحمه وصلت متاخر بسبب المسافه وبسبب ظروف تانية انا بصيت لقيت حوالي احنا على القبر والله حوالي 400 تليفون مرفوعين ربع ميه تليفون مرفوعين كده بيصوروا طب احنا اين حرمه الميت في اللحظه دي حصل. اين مشاعر واسرته في التوقيت ده مع صديقنا العزيز رامي رضوان في 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 جنازه الاستاذ الاستاذ دلال الاستاذ دلال, دلال بعد الاستاذ سمير دلال مظبوط الكاميرات داخله جوه العربيه هتدخل جوه النعش فلازم يبقى في حرمه للميت في م. مسافه واحنا طالبنا بده في وقت حصل والنقابه للرحمة. والنقابه اتحركت لازم وتحركت يكون اتحركت وصدر نعم. تعليمات مسافه امنه للتصوير وخصوصا في الجنازات في العزاء صور زي ما انت عايز اذا سمحت ليك اسره المتوفى لكن في للقبر حرمته للجنازه حرمتها ما ينفعش يبقى في عشوائيه بالشكل ده محدش بيعمل وده دور القانون لتقنين الوضع الخاص لان في الاخر طبايع البشر مختلفه. لا دور القانون ده رقم واحد ودور المؤسسات اللي هي شغاله في القصص يعني لو كاميرا التلفزيون او كاميرا مواقع محمود ممكن ينبه على الزميل اللي نازل لا في نقطه محدده انت اخرك المسجد وشكرا لكن في المقابر ما ترفعش كاميرا نهائيا يعني وما تخترقش خصوصية ودي حاجه عظيمه انها تخرج من من اهل الصحافه يعني لا يعني أصلي ف ف احنا يعني شاكرين جدا جدا على تفاهمك والله ده شيء عظيم جدا جدا اللي حضرتك بتقوله ده امر مهم جدا مش عيب ان احنا المحطه الاخيره للصحافه او للكاميرا التلفزيون او لكاميرات المواقع الاخباريه وكاميرات البث المباشر الموجوده دلوقتي تبقى خط النهايه ليها عند المسجد وشكرا وناخد اه اللحظات الانسانيه اللي بيعيشها الفنان او يعيشها الشخصيه العامه ولكن دون ان نخترق خصوصيته هو هيبقى مركز مكتفين. في وداع اغلى حد بالنسبه له ولا يفكر يمنع كاميرا او يشتبك مع حد فاحنا لازم يكون فيه نوع من الانضباط أستاذ سامي عبد الراضي مدير تحرير الوطن وايضا الاستاذ محمود بسيوني رئيس تحرير التنفيذي لموقع مبتدا بشكركم شكرا, شكرا جزيلا, جزيلا على وجودكم فقره ثريه ومليئه بالمعلومات شرفتونا ونورتونا شكرا شكرا, 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 جزيلا. شكرا جزيلا توفيق يا مشاهدينا خلصت حلقتنا النهاردة كنا معاكم على مدار ثلاث ساعات من الساعة سبعة للساعة عشرة كمان هنقابلكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد صباح الخير يا مصر معاكم من سبعة لعشرة صباح الخير مستعدة على حضراتكم جميعا وصباح الخير يا مصر